يا مساء الهنا ومساء النصر ومساء كل حاجة حلوة على حضراتكم جميعا. والنهاردة بنطل على حضراتكم من الأهلي في رمضان، مش 10 الصبح في الأهلي زي ما احنا متعودين، وربنا كده يجعلها عادة معانا إن شاء الله مع حضراتكم. كل رمضان بنطل بحضراتكم من كل المذيعين في القناة بالأهلي في رمضان، وبرامج بتبقى مختلفة وإنسانيات بقى شوية، بنروح للجانب الإنساني، بنروح للفن شوية، بنروح للحاجات اللي نقدر فيها من يعني نتكلم براحتنا على عكس العادة أكيد، وكرة القدم وغيره. بس ده ما يمنعش برضو احنا اكيد هنتكلم عن النادي الاهلي وعن المنتخب. وحاجه جميله ان انا بدات النهارده بقول يعني مساء النصر، علشان الحمد لله برضو الماتش ما بين منتخب مصر وملاوي احنا لحد دلوقتي اللحظه اللي بنتكلم حضراتكم فيها 2-0، فحاجه محترمه اكيد. على مدار الحلقه النهارده هنتكلم في كل التفاصيل دي. برحب بحضراتكم مره كمان، مساء الخير يا كريم، كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا نهاوند، وكل حضراتكم في احسن صحه وحال. مساء الخيرات والبركات والنفحات على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. نفحات وبركات بنستناها من السنة للسنة، وأي واحد عاقل في الدنيا لازم يستنى رمضان من السنة للسنة، ولازم يستغل كل لحظة فيه. دي أيام جميلة، أيام مباركة كلها نفحات، فلازم نتعرض للنفحات دي. كل لحظة في رمضان لازم نستغلها كما يجب أن يكون الاستغلال، عشان نطلع منه كسبانين. خسران خسارة كبيرة جدا اللي هيخلص رمضان من هنا وهو ما كانش من العتقاء، ما كانش من المقربين. رمضان فرصة عظيمة جدا ان احنا نعمل وقفة ونفرمل، لان الدنيا واخدانا احنا كأننا في خلاط دنيوي كل يوم من ايام السنة. بتيجي علينا بقى نفحات وبركات شهر رمضان، وتحسوا كده ان الايقاع نزل كتير. فكل سنة وكل حضراتكم طيبين واهل بيتكم طيبين وفي احسن صحة وحال يا رب. زي ما نهاوند قالت لحضراتكم بالفعل اكيد هنتكلم النهاردة في كل التفاصيل اللي هي ذكرتها، وبطبيعة الحال لن يخلو كلامنا من كرة القدم ومن النادي الاهلي ومن منتخب مصر لغاية دلوقتي. الحقيقة يعني محترفي مصر عاملين شغل رائع، محمد صلاح وعمر مرموش هم اللي احرزوا الهدفين حتى هذه اللحظه، وان شاء الله يكون في مزيد كمان من الاهداف، واي حاجه هتستجد اكيد هنوالي حضراتكم بيها اول باول. بص، عجبني اللي انت قلته، فكره ان الواحد يستغل شهر رمضان علشان يبقى افضل، بني ادم افضل. وده اللي بيحصل، ان احنا بنشوف حتى نفسنا واللي حوالينا في رمضان، تلاقيهم الواحد بيطلع افضل ما عنده. والله كنت قاعده امبارح كده بفكر يا كريم، بقول هو احنا ليه مش النسخه الافضل مننا على مدار السنه كلها؟ ليه دايما تلاقي الناس بس في شهر رمضان التقوى، المعامله الحلوه، الانسانيه، التسامح، صله الرحم، الحاجات دي ليه مش بتبقى معانا السنه كلها؟ انا ما ببقاش عارفه بصراحه. فعلا نفسي ان احنا نستغل الشهر ده ان احنا نحسن من نفسنا، لأ زي ما بتقال كده الفيرجن الافضل من كل انسان طبعا. وتعم بقى السنه كلها، مش يجي العيد تلاقي بقى ايه النقيض جه. يعني نتمنى بالعكس الحاجات دي. كلنا بنغلط، يعني كلنا بنغلط، وده طبيعه بشريه، والغلط حاجه يعني في الكون موجوده وطبيعه الخلق، لكن نحاول ان احنا دايما نسعى ونبقى افضل. هو ده اللي انا بتكلم فيه، وبدايتها شهر رمضان زي ما كنا بنتكلم تبقى خطوه حلوه جدا، وخطوه جايه لك على طبق كده من فضه زي ما بتقال، او حتى ذهب، ان احنا نستغل ده للفيرجن الافضل مننا على مدار السنه كلها. على كل حال النهارده معانا فقرات كتيره جدا، هيبقى معانا يعني لاعبه، هي لاعبه اسمها مي هشام، طبعا لاعبه يد الاهلي ومنتخب مصر السابقه، وهنتكلم كمان مش بس معاها، هنتكلم مع زوجها كمان محمد صبري المصور السينمائي. ليهم قصه حلوه وفي كده كواليس، وفكره برضو ان انت لما تبقى بطل رياضي يا كريم وتبقى مختار شريك حياتك شخص فعلا داعم ليك بيفرق بشكل كبير جدا في مسيرتك، رجل او امراه. لازم دايما الواحد يدور على الشريك بتاعه الداعم ليه في عمله، في اي حاجه بيحبها، في رياضه، في الرياضه بتاعته يعني مهما كانت. الفقره الثانيه هيكون معانا الفنان محمد السعداني، وبرده جايبين شقيقه الاستاذ احمد السعداني، محلل طبعا رياضي، وحديث هنتكلم فيه عن الفن والرياضه والانسانيات والعيله وكله. بنفكر حضراتكم مره ثانيه، الاهلي في رمضان احنا البرنامج ده بنستغله ان احنا نتطرق لبعض الامور والجوانب اللي احنا يمكن مش تبقى متاحه لينا قوي على مدار السنه كلها ان احنا يعني نتطرق ليها مع ضيوفنا. بيبقى حلو جدا يا كريم ان انت تروح برضو للإنسانيات مع اللعيبة اللي هيكونوا ضيوفنا، مع الفنانين، مع غيره وغيره. فالواحد حلو ان هو يروح ويتكلم في ده، ويتكلم في أصل شهر رمضان اللي هو في الأول وفي الآخر بيبقى ليه طقوس خاصة. يعني هتلاقي كده كل بيت مصري، وانت شابهت برضو الطقوس في البيوت المصرية، بس هتلاقي كل بيت كده ليه الطقوس بتاعته. لازم أول يوم تلاقي التجمع العائلي طبعا. لازم يبقى فيه العيدية، حتى لو انت عندك 30-40 سنة، لو أهلك موجودين لازم هتلاقيهم بيدوك العيدية، الفوانيس لولادك، في حاجات كده بتميز ومش
مش بس رمضان في العالم يا كريم، بتميز مصر في رمضان. الحاجات دي مش موجوده في كل العالم. انا عايز اقول لك ده لمت افراد الاسره الواحده على ترابيزه سفره واحده اصبحت من الخيال العلمي بقالنا فتره طويله والله العظيم. كل الحقيقة. الناس وبالذات البيوت اللي فيها شباب يعني بتلاقوا كل حد من الاولاد بياكل في الوقت اللي هو عايزه في اوضته او قدام التلفزيون. نادرا ما بتجتمع افراد الاسره الواحده زي زمان. زمان ده كان العادي، كان افراد البيت الواحد بيجتمعوا مع بعض على السفره بقى على الطبليه على الارض، يعني كل عيله وحسب مستواها المادي والاجتماعي. لكن الاساس ان كان الكل بيتجمع مع بعضه ثلاث مرات ثلاث طقات في اليوم انجاز التعبير. دلوقتي اللمه دي ما بتحصلش غير بجد كل رمضان. دي حاجه برضو من الحاجات اللي نتمنى انها ترجع مره تانية، لان اكيد التجميعه دي هي كلها مكاسب على كل المستويات وعلى كل الاصعده. ده في اسر انا ود بتتعرف على اولادها للمره الاولى من خلال القعده، بقالهم زمن ما قعدوش مع بعض القعده دي. هي للاسف احنا طبعا بنتكلم عن ده، وانا يمكن من الناس اللي بعمل كده. انا من الناس برضو اللي مش بقعد كتير مع اهلي، ده حقيقه. ما تعرفش هي هتبقى حاجه يعني خلاص بقى الوضع للاسف هو مش احلى حاجه، بس بقى الوضع دلوقتي الطبيعي. بس في نقطه كمان، لو احنا هنتكلم شويه ونقارن بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي، لا في حاجات فرقت كتير قوي. يعني مش عايزه احس ان احنا كبرنا قوي نقول رمضان زمان كان غير، لا بس فعلا رمضان زمان كان غير. يعني انا بفتكر ودي حاجات بسيطه قوي بس بتفرق. يعني زمان لما كان مثلا واحنا صغيرين 10 سنين حاجات زي كده، كنا انا فاكره كويس كانت العماره كلها تتعزم عند بعض. اول يوم تلاقي الاطباق يعني بتهادي الجار، الجار بيهاديك، حاجات زي كده. ده كان بيسموه الطبق الطاير او الطبق الحاير. والمسلسلات بتاعت زمان ليالي الحلميه والمال والبنون، الحاجات دي كنا نلاقي مامتي والجيران متجمعين مثلا اللي هم صاحبتها في العمارة. يعني كان في برضو أجواء. دلوقتي للأسف الشديد واللي حضراتكم منكم بيتفرج، يعني أنا أعتقد الناس كتير هتتفق معايا، دلوقتي ممكن تبقى ساكن في عمارة، ممكن ساكن في كومباوند، الفيلا اللي جنبك أنت ما تعرفش مين اللي ساكن فيه أو تعرف اسم بس وخلاص، بتقابلوا بعض كده في المدخل أو حاجة، كل سنة وأنتم طيبين صباح الخير. لا الحاجات دي يا كريم ما كانتش عندنا زمان حاجة، يعني أو إحنا يمكن أخذنا أحلى حاجة من الوقت ده. طب ده أنا أكبر منك بشوية حلوين وحضرت بقى العز ده كله فعلا. يا خبر أبيض، كل اللي أنت بتقوليه كان حاصل فعلا وباي ديفولت كده بشكل عفوي. ده كان العادي. دي مشاعر الناس ودي احاسيسهم في شهر رمضان. على فكره كانت يعني بجد مصر من البلاد اللي كل ما حضراتكم ترجعوا فيها بالزمن لورا كل ما هتلاقوا جمال وكل ما هتلاقوا رقي وكل ما هتلاقوا حاجات حلوه ومعاني وقيم ولا اجمل ولا اروع. دي كانت من ضمن الخصوصيه الشديده جدا اللي بتخلي فعلا رمضان في مصر حاجه تانية. والسر في التفاصيل زي ما اكد حسين الجسمي ولا ايه؟ انا بتفق معاك. يعني عايز اقول لك على حاجه بس عشان الكلام كله، يعني احنا مش بنقول طالعين نزايد، لا بس ده حقيقه. كان في ناس من دول عربيه، اتكلم هنا مسلمين دول عربيه اشقاء عرب، يعني يجوا مصر علشان يقضوا رمضان. صحيح. فتره رمضان ابكام حضرتكم بجد وتقدروا تسالوا. يعني رمضان في مصر فعلا غير وما زال غير على فكره، ما زال، ولكن برضو مع اختلافات بسيطه كده نتمنى ان هي تعود مره تانية، ومنها تجمعات والعشره والتواصل الاكثر ما بين حتى العيله الواحده يا سيدي. طبعا. بلاش الجيران بس. طبعا. يعني ما بين العيله الواحده. على كل حال في حاجات جميله برضو في رمضان، ومنها التهنئه اللي احنا هنروح دلوقتي نشوف ونسمعها. تهنئة عندنا أبطالنا في السلة في النادي الأهلي، بيهنوا كل حضراتكم بحلول يعني شهر رمضان. خلينا نتابع ونرجع نكمل. مديري النادي الأهلي طيبين وبخير دايما. قاسينا وانتوا تابعين. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين لجمهور النادي الأهلي كله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله. كل سنة وجمهور الأهلي طيب وبخير، رمضان كريم عليكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. كل سنة طيبين ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وكل جماهير النادي الأهلي طيبين، رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم وعلى كل أهاليكم وأسرتكم يا رب. بليه رمضان كريم. كل سنة طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. كل سنة طيبين ورمضان كريم على جمهور النادي الأهلي كله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. جميله الفيديوهات دي. وعلى فكره من يمكن من امبارح كمان في فيديوهات كتيره يعني فايرل على وسائل التواصل الاجتماعي لكتير جدا من اللعيبه العرب او حتى غير العرب ولكن المسلمين، لحظه انطلاق مدفع الافطار ولحظه يعني اذان المغرب طبقا طبعا حسب التوقيت اللي كل بلد فيها موجود. بس الفيديوهات اللي من النوع ده بجد لطيفه جدا. وعلى فكره دايما رمضان بيلفت انظار العالم كله، ودايما بنشوف مع بدايه
كل سنة مع بداية الشهر الفضيل بنشوف تهاني الأندية العالمية الكبرى لكل المسلمين في كل مكان في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان. تعالوا نشوف الفيديو الجميل ده، مجموعة من لعيبة ليفربول زي داروين نونيز وسكوت أليت وهم بيهنوا بحلول شهر رمضان كل متابعيهم في كل مكان في العالم. قالوا إن الفيديو كمان معمول على نغمات أغنية بكار لطيفة جدا، يعني لطيفة جدا. كمان من الفيديوهات اللي عجبت ناس كتير الحقيقة تهنئة برشلونة لكل المسلمين في كل مكان في العالم. في فيديو ظهر فيه بعض اللاعبين ومنهم كمان من ضمن الناس اللي ظهرت فيه تشافي هرنانديز المدير الفني وكمان المغربي شادي رياض لاعب فريق برشلونة وغيرهم من اللعيبة. تعالوا نشوف الفيديو ده، اتفضلوا. رمضان مبارك، رمضان مبارك، رمضان مبارك ادوم مش هرمان مسلمانش. طيب في بقى نقطة بتبقى شوية فيها اختلاف أو خلاف في رمضان تحديدا، الفكرة كلها أكيد أن التركيز يا كريم بيكون مع المسلسلات، طبيعة الحال بيبقى التركيز أكتر مع الدراما والحاجات اللي زي كده والبرامج اللي فيها مقالب ولا حاجات الرمضانية دي، لكن هل ده بيمنع بقى هنا عشاق تحديدا الكرة أن هم يتابعوا الماتشات، ولا الوضع ملوش علاقة رمضان أو غير رمضان؟ أنا قاعد قدام الماتش بشجع الفريق بتاعي أو المنتخب بتاعي. تعالي نشوف الناس قالت إيه لما رحنا سألناها ونرجع كم. صلاة التراويح طبعا الأول، ثم بعد كده ممكن أتفرج على الماتشات، أولى من التمثيليات طبعا لأن بحب الأهلي فلازم أتفرج عليه. طبعا كرة قدم، طبعا كرة قدم، أنا بالنسبة لكرة القدم دي أساس، حاجة كده بتجري في الشريان. أنا بصراحة ما بيني وما بينك يعني أنا شايف إن شاء الله النهاردة إحنا هنشوف ماتش، منتخب مصر هيعمل ماتش حلو جدا 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 جدا، لدرجه اللي احنا هنتفخر يعني في حته ان محمد صلاح الفتره اللي فاتت كان زعلان جدا، فهيعمل ماتش النهارده هيشرف مصر كلها. والله بيبقى في توازن احسن، يعني لما يكون ماتش يخصنا بالذات هنا هو النادي طبعا لازم له اولويه، وطبعا بعد ما نخلص الصلاه طبعا نخلص الصلاه هنبتدي نشوف ايه هنعمل ايه. لا الاولويه طبعا للماتشات لما يبقى فيه ماتشات، انما بنتفرج على المسلسلات لحد ما نخلصها ونتفرج في وقت الماتش على الماتش ده، وده طبيعي عندنا ما نقدرش نسيب ماتش ابدا. لا بنتفرج على مباريات ماتشات. لا والله المسلسلات ظريفه بتضيع الوقت يعني، انما الكوره بنشوفها يعني كنا قبل كده لما يكون حد بيتفرج اتفرج معاه، بحب الاهلي من زمان، انا اهلاويه. والله كرة قدم طبعا، طبعا افضل. هو حضراتكم تتخيلوا ان بما اننا في الاهلي في رمضان ومش في 10 الصبح بالاهلي، يبقى مش هنروح فرع النادي الاهلي بالجزيره، هنروح يا حضرات حيث يتواجد زميلنا العزيز كريم احمد عشان نعرف منه اخر الاخبار والمستجدات ويقول لنا كمان تفاصيل تدريبات النادي الاهلي والاجواء الرمضانيه الموجوده في النادي. يا كريم مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين يا رب، اهلا بيك اتفضل. ترى كريم معانا ولا ايه؟ يا كريم سمعنا؟ زميلنا العزيز كريم احمد هيروح فين؟ المتواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب لو في مشكله في التواصل معاه ممكن نحاول نرجع نوصل له مره ثانيه. طيب نحاول نرجع اكيد مره ثانيه لزميلنا العزيز، بس مهم جدا ان يبقى في برضو متابعه سواء في رمضان او قبل رمضان يعني او بعد رمضان، حتى لان احنا بنتكلم عن اخبار النادي الاهلي اكيد لا تنقطع مع حضراتكم، دايما في اخبار مختلفه ودايما النادي الاهلي لا يتوقف من ناحيه هنا بنتكلم يعني الانجازات سواء في الرياضه طبعا او في الانشاءات او غيره. فبتهيالي ان كريم رجع لنا مره ثانيه، صح كده؟ يا كريم اهلا بيك، يا ترى سمعنا؟ برحب بيكم طبعا في البدايه، كل التحيه لك زميلي العزيز كريم وكل التحيه للزميل العزيز هواند، رمضان كريم عليكم وعلى كل طبعا الشعب المصري وتحديدا جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يكون خير شهر رمضان علينا وتكون انطلاقته ومباراته الحقيقه مباراه الهلال الكل منتظرها ومترقب هذه المباراه الهامه جدا والمصريه والمرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله تكون بالخير ويتاهل النادي الاهلي وتكون بطاقه التاهل من استاد القاهره بمشيئه الله. الله. طيب كلمنا بقى عن التدريبات وكلمنا عن الوضع عندك والأجواء الرمضانية بشكل عام عاملة ازاي؟ يعني النادي الأهلي الحقيقة مختلف بشكل كبير جدا عن كل الأندية الحقيقة في رمضان، يعني
اعضاء النادي الاهلي والجو العام طبعا والاداره التنفيذيه اللي بتقوم بدور كبير جدا الحقيقه لتهيئه جو الرمضاني هنا في الفروع كلها الحقيقه، يعني في نادي الاهلي الجزيره، الشيخ زايد، ايضا كمان مدينه نصر، ومنتظرين كمان الفرحه الكبيره والصرح الكبير جدا، التجمع بمشيئه الله. كل الامور الحمد لله طيبه جدا بالنسبه طبعا للاجواء الرمضانيه، لكن اللي يخصنا طبعا كالعاده وبنحب نطمن بيه كل جمهورنا جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين. بقى خلاص بقالنا فتره كبيره جدا الكل متشوق ان هو يسمع اخبار اللاعبين، حاله اللاعبين. النهارده يمكن اول تدريب لفريق النادي الاهلي بعد فتره راحه يمكن امتدت لست ايام، كانت مطلوبه جدا وكانت مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي. في مجموعه الحقيقه مظلومه شويه، المجموعه اللي منضمه للمنتخبات وايضا كمان لاعبين اقل محترفين، يعني ما لحقوش الحقيقه ان هم يريحوا بشكل كبير جدا من التدريبات الى المنتخبات ثم عوده من جديد، لكن هو ده قدر اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي لابد يكون يعني على قدر المسؤوليه كالعاده. في تضحيات مهمه كبيره جدا، فان شاء الله باذن الله كل المجهودات اللي بتبذل من الجهاز الفني. مستر كولر النهارده يمكن وصل الحمد لله بالسلامه مع الجهاز الفني بالكامل، بيقود النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. يعني النهارده يمكن كانت في لفته مهمه جدا، التدريب كان متوقع لـ9 مساء يكون انطلاقه التدريب، لكن كان في حرص كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين ان هم يتابعوا منتخبنا الوطني على الاقل حتى الشوط الاولاني اول 45 دقيقه. عشان كده يمكن كان في اهتمام كبير بفرجه الجهاز الفني واللاعبين ومتابعه ايضا كمان لاعبينا لاعبي النادي الاهلي المنضمين الى المنتخب الوطني، الوقوف على الحاله وايضا كمان الاطمئنان عليهم بشكل كبير مع تدريب ايضا كمان الاول. انت عارف طبعا زميلتي الهواندي زميلي الكريم مش هتكون جرعه تدريبيه قويه لان احنا يمكن لسه راجعين من مده طويله، لكن واضح طبعا لعيبه النادي الاهلي الاجواء الرمضانيه المهمه جدا. مستر كولر النهارده مش هيخلي التدريب يستغرق اكثر من 60 دقيقه على ان يكون بقى التدريبات مستمره ويبدا يرفع الحمل البدني تدريجيا حتى موعد المباراه يوم السبت، مباراة مهمة جدا في حضور 50,000 أهلاوي. عشان كده يمكن الحقيقة كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية الحقيقة على الاهتمام الكبير وعلى الوعي الكبير جدا، وأيضا كمان متمثلة في السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على طبعا العدد الكبير. احنا كنا بنشارك في المباراة بطولة دوري أبطال أفريقيا 10-15,000، 50,000 أهلاوي في استاد القاهرة هيكون لهم مردود كبير جدا. يتبقى كل التوفيق للنادي الأهلي، يتبقى أيضا كمان الجزء الأكبر على لاعبتنا، لأن هي مباراة لها حسابات عديدة جدا عند الجميع، لكن حساباتها بالنسبة لنا هي نقاط المباراة، ومنها إن شاء الله تكون بطاقة التأهل لفريق النادي الأهلي. ولكل حدث حديث بعد مباراة الأهلي والهلال السوداني. كريم كل سنة وانت طيب طبعا في البداية، والأستاذ عزة طبعا والدتك طيبة، وكل الناس يا رب كده دايما بخير، ويبقى زي ما كنت بتكلم أنا وكريم يعني رمضان تبقى بداية اختلاف وتطور وتحسن لينا جميعا يا رب، وتكمل معنا على مدار السنة جميعا. كريم كان اتكلم معاك في الأجواء طبعا في النادي الأهلي، مهم جدا ان احنا برضو تنقل لنا يعني هل بيبدأ التوافد من الساعة كام للأعضاء، الأجواء الرمضانية اللي جوه بتكون عاملة ازاي، دي نقطة. النقطة الثانية على صعيد بقى الفريق الأول، عايز أتكلم معاك في فكرة هنا الجماهير اللي أنت برضو تحدثت عنها. الصعيد الثاني بقى فكرة توفير برضو تذاكر يعني مشجعي الهلال تحديدا، لو تطلعنا برضو على النقطة دي لأن مهم جدا. يعني طبعا السؤال الاول بالنسبه للاجواء الرمضانيه، يعني انت طبعا انت عارف ان هواند الكل بيحب النادي الاهلي الحقيقه هنا في اجواء الفطار، يعني قبل الفطار بدقائق بسيطه جدا بتلاقي العائلات والتجمعات. يمكن احنا لسه في البدايه لكن شفنا الحقيقه النهارده هذا الامر، بعد الفطار الامور بتكون كلها طبعا تجمعات بالنسبه للعائلات. عشان كده بقول لك في اهتمام كبير جدا من الاداره التنفيذيه هنا في النادي الاهلي عشان تكون كل الامور الحقيقه يعني متاحه لاعضاء للنادي الاهلي، ان الكل على طول مجرد الناس بتخلص الفطار بتبدا تكون متواجده داخل النادي الاهلي، والعكس صحيح. قبل الفطار ايضا كمان الكل بيكون حابب جدا ان هو يكون متجمع هنا في النادي الاهلي في الجزيره، عشان كده ده امر مهم جدا. لو احنا عندنا يا كريم في النقطه دي بس عندنا كمان في النادي الاهلي لو هتكلم على الفروع كلها، لان احنا رحنا بنفسنا وشفنا يعني عندنا مطاعم على اعلى مستوى حتى، يعني فكره تقديم الفطار تقديم السحور يعني تشينز ويعني لا مطاعم فعلا على اعلى وارقى مستوى والناس كلها بتشكر فيها، فدي نقطه برضو تحسب الحمد لله. يعني بالتاكيد طبعا هوندي يعني الدور الكبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه والاداره التنفيذيه زي ما بنقول، اللي يعني عضو النادي الاهلي بيتوفر له كل شيء. عشان كده قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، ما تخش اي فرع بتبقيش عارفه تروح المطعم ده ولا المطعم ده، القعده هنا احسن من القعده. الامور كلها الحقيقه في النادي الاهلي في الثلاث فروع بيكون امر مهم جدا، لكن احنا يمكن بنتكلم على الجزيره بما اننا متواجدين في الجزيره الاساس، ويمكن الكل بيحاول ان هو يكون متواجد ايضا على الجانب الاخر مدينه نصر والشيخ زايد. لكن احنا لسه كمان على مدار الايام القادمه خلال رمضان ان شاء الله وخلال شهر رمضان هنشوف تجمعات كثيره جدا،
بشوف فطار جماعي الحقيقه، ايضا كمان يمكن انا بشوف فريق الصباح بيجمع نفسه، ايضا كمان الرواد بنشوف حاله رمضانيه مهمه جدا ومميزه جدا. يا رب ان شاء الله تستمر هو ده للنادي الاهلي. عايز اروح للنقطه الثانيه طبعا، نقطه الجمهور، جمهور النادي الاهلي تحديدا اللي مراهنين عليه بشكل كبير جدا، ومجلس اداره النادي الاهلي ودوره الكبير والتنسيق اللي كان اكبر الحقيقه مع وزاره الداخليه، لان احنا لازم كنا نشوف عدد كبير جدا جدا في الجمهور في هذه المباراه، مباراه مصريه، مباراه مهمه جدا. عشان كده المجهود اللي بذل بالتنسيق مع وزاره الداخليه، بنشيد بمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لان مهم جدا مهم جدا كل اهلاوي يكون متواجد في هذه المباراه. هي مباراه كره قدم لكن حساباتها كثيره جدا الحقيقه، حسابات فنيه، حسابات ايضا كمان معنويه للاعبين. فعشان كده ان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا على الجمهور، رهاننا اكبر كمان على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. الجماهير طبعا الهلال السوداني واشقائنا طبعا اكيد هيكون متوفر لهم تذاكر، الكل طبعا هنا طبعا انت عارفه اي فريق بيقابل النادي الاهلي بيكون متواجد في جمهوريه مصر العربيه بيستقبل احسن استقبال. عشان كده يمكن الامور العديده جدا والاشاعات الكثيره جدا اللي بتتكلم على التربص وكل الامور دي، الحقيقه جمهور النادي الاهلي واعي بشكل كبير، الشعب المصري ايضا واعي بشكل كبير. هي مباراه في كره القدم 90 دقيقه، بعد ال 90 دقيقه كل العلاقات بتكون زي ما هي. عشان كده ان شاء الله باذن الله جمهور الهلال السوداني سواء هيكون متواجد هيرحب بيه في القاهره، ويكون ايضا كمان ليه اماكن متخصصه طبعا ليه في استاد القاهره. وعلى الجانب الاخر ايضا كمان جمهور النادي الاهلي 50,000 مشجع اهلاوي يكونوا متواجدين، روح واصرار وتشجيع وحماس كبير جدا منتظرينه. ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي يوم السبت الساعه 9 مساء، الكل منتظر هذه المباراه بمشيئه الله باذن الرحمن. وطبعا دعوات المصريين والاهلاويه يعني بشكل خاص لا تنقطع ولن تنقطع حتى انطلاق فعاليات هذا اللقاء المرتقب والمنتظر، اكيد هيكون يعني ماتش ليه خصوصيه شديده جدا. احنا بنشكرك يا كريم على وجودك معانا النهارده في الاهلي في رمضان، جزيل الشكر مره ثانيه، كل سنه وانت طيب وكل حبايبك واهل بيتك بخير يا رب، شكرا ليك. كلام محترم وبنتفق معاك اكيد يا كريم، مباراه لا تقبل القسمه على اثنين، اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، واحنا متفائلين جدا وعندنا ثقه باذن الله في الفريق الاول ان المباراه دي هتحسم لصالح النادي الاهلي. كلام محترم جدا، وفكره كمان الحديث عن الجماهير، كانت الناس بتطالب بالحضور للمباريات ومؤازرة الفرق والمنتخبات، دلوقتي انت بتتكلم ان الموضوع اصبح متاح فكل الباقي بقى على الناس نفسها، على الجماهير نفسها ان هي تروح وتشارك، الفرصة موجودة، الفريق في امس حاجة لوجود الجماهير في ظهره كالعادة، فان شاء الله يبقى الجماهير بتأدي الدور اللي عليها والفريق كمان بتاعنا يأدي الدور اللي عليه. طيب احنا كنا مع مراسلنا كريم احمد، هنروح بقى لفقره الاخبار مع زميلنا بس في الاستوديو العزيز جدا محمد توفيق، واللي هيقدم لينا كمان قراءه لابرز الاخبار النهارده. يعني توفيق خلينا نرحب بيك طبعا، اتفضل. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين طبعا، سعيد بوجودي معاكم لاول مره في رمضان، يمكن كنا بنفتقدكم في رمضان بعدم وجودكم الصبح، لكن الحمد لله موجودين معانا ومع كل جماهير النادي الاهلي مساء في الاهلي في رمضان، ودايما يا رب متجمعين مع النادي الاهلي، ودايما يا رب متجمعين زي ما كنتوا بتتكلموا في البدايه، وكل المصريين متجمعين دايما في رمضان، مفيش فرق زي ما انت قلت. لكن ده مش بس كان زمان، ده لسه مستمر لحد دلوقتي، وربنا يديم دايما يا رب علينا النعمه دي، ونفضل دايما نسيج واحد باذن الله رب العالمين. باذن الله يا توفيق، واحنا سعداء ان انت دايما بتكون معانا من خلال يعني اللايف لكن او السكايب، لكن انت النهارده معانا لاول مره في الاستوديو، فاكيد احنا كمان سعداء جدا. كل سنه وانت طيب. في البدايه قبل اي حاجه، قبل ما نخش على اخبار النادي الاهلي، كلمنا عن انت يعني يومك ازاي ماشي في رمضان، وهل بتتفق معانا ان زمان برضو العيله والترابط كان مختلف شويه، الجيران كانت بتعزم بعض بشكل اكبر، التواصل كان احلى، يمكن انا وانت سننا شويه قريب لبعض يعني، ممكن تكون فاهم انا بتكلم في اي نقطه. بالفعل يعني هو في حاجات مرتبطه بينا كاشخاص ومراحلنا العمريه، وكمان في حاجات مرتبطه بالعصر نفسه. يمكن دلوقتي الدنيا بقت اسرع شويه، الناس بقت الاول زمان كان دايما كريم دايما الناس كانت تشتغل من 8 الصبح ل 2 الظهر وتروح، دلوقتي لا تقريبا الناس كلها بتشتغل على مدار 24 ساعه، فيمكن ده عمل شويه يعني قله الترابط، مش بس في رمضان، في الايام كلها في على مدار السنه الناس بتشتغل شيفتات مختلفه، ده بعد الناس شويه. يمكن الفتره بقى بتكلم فيها كانت جميله جدا، كان برامج الاطفال معروف يعني، كنا بنتكلم في القناه الاولى والثانيه بس وما كناش بنزهق، دلوقتي بتتكلم في 400 قناه وبتزهق يعني ما بتعيش حاجه. لكن طبعا كنت سامعكم بتكلموا على المسلسلات، يعني لغايه دلوقتي المسلسلات بنشوفها بنقعد نتفرج عليها تاني، ده دليل طبعاً. على يعني ده مش أولاً المسلسلات لوحدها توفيق، ده في بعض الاحيان تترات المسلسلات بس لما نسمع حاجه زي ليالي الحلميه ولا ارابيسك ولا على طول بتاخدك فلاش باك للزمن الجميل. على ذكر ده يمكن مسلسل وسيه كان يعني بعاد عرضه على احدى القنوات، انا عايز اقول لك ان انا ما كنتش اتفرجت عليه قبل كده كامل، لا قعدت وبشغف، وكمان يمكن قعدت ولادي كمان يتفرجوا عليه، لا في حاجه وفي رساله كمان بتتقال طبعاً مهمه جدا طبعاً. وبتعلم يعني النص نفسه
نفسه والممثلين كانوا قامات كبيره جدا. كان حتى طلبوا مني الممثل طبعا الكبير احمد عبد العزيز لما شافوه في الوسيه كان سنه اصغر شويه طبعا. فلما قلت لهم في مسلسلات رمضان السنه دي السن اكبر فمش متخيلين دوت هو دوت فقلت لهم لا طبعا. بس انت تلاقيك ما عندكش وقت تتابع في اي مسلسلات، انت تلاقيك يعني ما بين كل فروع النادي الاهلي والاخبار والمستجدات اول باول. رمضانك عامل ازاي السنه دي؟ طبعا الشغل رقم واحد، ده يعني كلنا بنبقى الشغل عندنا رقم واحد. بعد كده وقت العيله بنبقى حريصين على الاقل اول يوم رمضان بالطبع ان بقى الفطار متجمعين زي زمان ولمه العيله الاسره. طبعا يعني الاب والام وجودهم مهم جدا، وجودهم معاك على الفطار على اللمه، ان كمان الاحفاد او الاجيال الثانيه تشوف الترابط دوت. اعتقد لو كل واحد فينا وصل الرساله دي الرساله هتوصل من جيل لجيل، وان شاء الله هتستمر يعني لان ان شاء الله باذن الله. ونفضل يعني زي مصر زي ما انت قلت، يمكن كمان اصدقائنا اللي سافروا بره، اكيد انتوا سافرتوا بره ممكن يكون في رمضان، لا يقول لك انت ما بتحسش برمضان غير هنا في مصر طبعا. وعايز اقول لك معظم المصريين المغتربين واللي عايشين في الخارج واللي بيشتغلوا في دول سواء خليجيه او اوروبيه كلهم بدون استثناء بيظبطوا اجازاتهم السنويه في حال وجود اجازه سنويه عندهم على رمضان. بالفعل عشان زي ما قلت لك رمضان في مصر الكل فيها حاجه تانية بصراحه طبعا. خاصه طبعا. في رمضان يمكن حتى في ناس كمان من غير المصريين زي ما انت كنت بتتكلم في البدايه ان هم بييجوا يحبوا يقضوا اجازاتهم في رمضان يكونوا متواجدين. روحانيات مختلفه، اجواء مختلفه، شعب بجد مختلف، استحاله تلاقيه في اي دوله تانية. احتفالات يعني دايما احنا الحمد لله مناره طول عمرنا جامع الازهر اللي يمكن كان منظر طبعا. مشرف جدا واحنا بنتفرج على صلاه الفجر الاول يوم طبعا. من العاصمه الاداريه طبعا. كمان كان صلاه التراويح كلها روحانيات جميله طبعا. اعتقد يعني بتفكرنا برمضان زمان، واعتقد ان احنا يعني احنا كمان اللي هنفكر باولادنا وكل اصحابنا ان شاء الله رمضان يفضل زي ما هو في مصر. كل سنه وانت طيب واولادك طيبين طيب وكل حبايبك طيبين يا رب. طيب ايه بقى الاخبار اللي معاك النهارده؟ اخبارنا كتيره طبعا. حالا دلوقتي منتخب مصر بيلعب الحمد لله. الفريق لحد ما دخلت يعني كان كسبان 2-0 الحمد لله. في حاجه استجدت؟ لا كانت 2-0 لحد دلوقتي الحمد لله. صلاح ومرموش صح كده؟ بالفعل ده يعني دي الحمد لله بركه امل. يمكن كمان دي اول مباراه لروي فيتوريا مع المنتخب رسميا، فطبعا كان بيسعى للفوز الحمد لله. كمان ده عوده للطريق الصحيح خاصه بعد الخساره الاخيره من اثيوبيا. كان ده بقى اول اخبارنا، ونبتدي على طول بقى باخبارنا معاكم مع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي الحبيب في كل مكان. بنتكلم واولى اخبارنا عن المنتخب ومباراته الحاليه اللي شغاله حاليا، والمنتخب الوطني يبحث عن الانتصار امام ملاوي. يمكن الفريق زي ما قلنا المباراه جاريه حالا دلوقتي، يمكن المباراه ابتدت في 9 مساء ومستمره الان، والحمد لله المنتخب متقدم بهدفين للا شيء. طبعا الهدف الاول احرزه محمد صلاح في الدقيقه 20، والهدف الثاني احرزه مرموش في الدقيقه 46 من عمر الشوط الاول. ان شاء الله المباراه تخلص بالشكل دوت. طبعا زي ما اتكلمنا ان روي فيتوريا المدير الفني كان بيسعى لتحقيق الانتصار، خاصه ده مباراته الاولى الرسميه مع المنتخب الوطني لتعويض بالطبع زي ما قلنا الهزيمه اللي تعرض لها المنتخب مؤخرا امام اثيوبيا خارج الديار. طبعا المباراه بدات بتشكيل يمكن الهجوم كان محمد صلاح بالطبع، احمد زيزو، مرموش، وكمان مصطفى محمد. تشكيل بقى بشكل عام اللي لعب بيه المنتخب النهارده كان حارسنا الكبير محمد الشناوي النهارده بيقود حراسه المرمى. في خط الدفاع محمد حمدي، احمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني. خط الوسط كان طارق حامد ومحمود حماده، وفي خط الهجوم او اللي تحت رؤوس الحربه كان عمر مرموش، احمد سيد زيزو، ونجمنا المصري محمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد. كان دكه البدايه كمان كان عليها عدد كبير جدا من النجوم، احمد الشناوي، محمد صبحي حراس مرمى، هشام صلاح، احمد فتوح، علي جبر، امام عاشور، ومروان عطيه، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، ومصطفى فتحي، ونجمنا محمود عبد المنعم كهربا، واحمد حسن كوكا. كل التوفيق مع المنتخب ودعواتنا طبعا ان شاء الله المنتخب يعني المباراه تنتهي بهذه النتيجه. وكمان يا كريم يا نهواند عندنا مباراه مهمه جدا امام ملاوي طبعا. الظروف صعبه جدا، الثالثه عصرا صيام يوم الثلاثاء القادم باذن الله. شايفينها ازاي وشايفين فرص المنتخب ازاي، خاصه المجموعه كلها كل الفرق قبل مباراه اليوم كلها 3 نقاط. رائع جدا، كلام محترم، وبنسعد ان انت كمان بتشوف المنتخب بتاعك بيأدي بشكل حلو مش بس كنتيجه يا توفيق. يعني انا شايفه وعندنا تفاؤل بدايه كده بالمباراه بنتكلم، لا في اختلاف، في لعب حلو حتى على المستوى المحترفين. النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها قبل رمضان كنا بنقول او بنقارن شويه لعب المحترفين قبل او مع الانديه بتاعتهم قبل اشتراكهم واشراكهم مع المنتخب، بتلاقي في فارق في بعض الاحيان، لكن اعتقد الموسم ده او السنه دي احنا مش شايفين ده. نتمنى ان شاء الله الافضل والاستمراريه بهذا الشكل كمان باذن الله تكون بدايه لفيتوريا كويسه، ونكمل بقى ان شاء الله في مباراه العوده وفي متوقع مباراه. خبرنا الثاني بالطبع النادي الاهلي والمباراه الهامه اللي كنا لسه بنتكلم عليها من لحظات، الاهلي والهلال السوداني في ختام مباريات دوري المجموعات، والمباراه اللي احتضنها باذن الله استاد القاهره يوم السبت بعد المقبل في تمام 9 مساء. وبالفعل زي ما الجهاز الفني يعني يمكن رجع للتدريبات النهارده ودي الاستعدادات الفنيه، كمان لجنه المباريات بالنادي الاهلي اللي شكل يعني دورها ملموس جدا ومجهودها اكثر من في الفتره الاخيره، وده يمكن ظهر في كل الماتشات
الخاصه بدوري ابطال افريقيا، خاصه مع دخول الجماهير وتذليل كتير جدا من العقبات. يمكن اللجنه بدات بالفعل بقى شغلها في التجهيز لمباراه الهلال السوداني. يمكن كان في بالامس اجتماع مطول للترتيب والتجهيز لكافه الامور التنظيميه الخاصه بمباراه الهلال السوداني، زي ما قلنا المباراه على استاد القاهره في ختام دوري المجموعات ان شاء الله يوم السبت 1 ابريل في تمام 9 مساء. يمكن 50,000 متفرج. يمكن مجلس الاداره عمل دوره على اكمل وجه بالتعاون مع الجهات الامنيه، مستنيين جمهور النادي الاهلي يكون حاضر بشكل كبير جدا. يمكن الاجتماع زي ما قلنا كان بالامس وناقش كل الجوانب التنسيقيه، وكمان يعني يمكن اتكلموا وشكروا كل الجهات اللي تم التنسيق معاها، الجهات الوطنيه ممثله في وزاره الداخليه، الشركه الافريقيه، شركه تذكرتي، وطبعا شركه السادات الوطنيه. يمكن اللجنه اكدت انها لاقت كل التعاون من جانب كافه الجهات الوطنيه واللي بتبذل جهد كبير جدا لمسانده النادي الاهلي في مهمته الوطنيه بالطبع وتوفير كافه سبل الراحه للجماهير. وان شاء الله كل دعواتنا وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان يكونوا موجودين في المباراه، يتبقى فقط 90 دقيقه باذن الله، وان شاء الله نتاهل للدور التالي دور الثمانيه. وباذن الله النادي الاهلي كعادته نهواند يا كريم، النادي الاهلي لما بيصعد بعد كده الادوار الاقصائيه بنشوف نسخه مختلفه تماما، وان شاء الله يعني حلم ليه لا ناخد البطوله ان شاء الله. كان اخر اربع يعني اخر ثلاث منافسات وخدنا البطوله مرتين، نصلنا النهائي البطوله اللي فاتت، ان شاء الله نرجع اللقب تاني. انا بتفق معاك، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه مباراه لا تقبل القسمة على اثنين، مباراه في غايه الاهميه وفيها كمان مش هقول مصالحه، ولكن سيبك من مصالحه، الجماهير ما بتزعلش من الفريق لكن بتحاول ان هي ايه تشوف منه الافضل في المباريات اللي بعد كده. واعتقد نادي الاهلي معودنا على هذا الامر فيما سبق كمان، حتى وان كانت مباراه يعني لا تحسب بالشكل الافضل لكن سرعان ما بيعوض في المباراه اللي بعدها. اعتقد ده اللي احنا هنشوفه في المباراه القادمه باذن الله. بس انت من وجهه نظرك ومتابعتك برده للجماهير يا توفيق، شوف ازاي ردود الافعال على المباراه دي، يعني هل في طاقه ايجابيه، هل في تفاؤل من قبل الجماهير المتابعين الاهلاويه؟ بالطبع جمهور النادي الاهلي يعني هواند يا كريم طول عمره متفائل، طول عمره عنده ثقه متناهيه، خاصه في رمضان كمان. يعني لما بنتكلم بقى عن ذكريات كريم ورمضان، لان جماهير النادي الاهلي لها ذكريات جميله جدا مع مباريات النادي الاهلي في رمضان. صحيح. يعني الناس كلها تفتكر دايما، يعني كلنا اتسحرنا في الشارع في الوقت دوت في 2001 البطوله الشهيره وماتش الترجي التونسي كان في تونس، ماتش العوده يمكن اللي كابتن صلاح حفيظ حط فيه هدف التعادل، يمكن الهدف ده يعني اهلنا لدور القبل نهائي قبل نهائي. وبعد كده يمكن كسبنا سان داونز في النهائي وحزنا على اللقب بعد غياب كبير جدا البطوله، كان اخر بطوله 87 خدناها 2001. فاعتقد كمان يعني رمضان مع جماهير اعتقد هتبقى يعني سهره رمضانيه اكثر. أيوة من رائع. أيوة. خاصه انا عاوز اقول لك ان كل جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا كريم بيسالونا التذاكر هتنزل امتى، مش بس من القاهره، بنتكلم في محافظات كتيره جدا لحد اسوان، والله ناس بتسال عايزه تيجي الماتش، عاوزه تآزر، خاصه زي ما قلت لك روحانيات رمضان مع ماتش وللاهلي، اعتقد الموضوع هيبقى في حته ثانيه باذن الله. طيب لو احنا هنتكلم على الكوره بس، مفيش حاجه كده كوره يد على مزاجك؟ بالطبع ده خبرنا الثاني، زي ما بنقول ده قدر دايما النادي الاهلي في كل البطولات في كل الاوقات بيلعب. حالا دلوقتي واحنا مع حضراتكم على الهواء مباراه النادي الاهلي والزمالك في كره القدم في كره اليد، طبعا اللي بتقام على صاله الدكتور حسن مصطفى هنا في 6 اكتوبر. يمكن بطوله الدوري العام انطلقت بشكل اكثر من رائع، النادي الاهلي في المقدمه بالطبع ماشي بشكل اكثر من رائع، النادي الاهلي عنده 14.5 نقطه وخلفه طبعا الزمالك في المركز الثاني برصيد 13.5 نقطه. كان الفريق بيسعى للاستمرار وفي المقدمه والحفاظ على المقدمه. طبعا يمكن اداء مميز للغايه السنه دي، النادي الاهلي عمل بشكل كبير اكثر من رائع، يمكن الفريق خاض 9 مباريات حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراه واحده ولم يخسر. يمكن الفريق سجل كمان 244 هدف واستقبلت شفاكو 313 هدف فقط. الفريق استعد طبعا بشكل اكثر من رائع وبصفوف مكتمله، بنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يبقى فوز بصداره عن جداره باذن الله، ويبقى هدف الفوز بالبطوله اللي غابت عن النادي الاهلي لفتره طويله. يمكن حرص كمان المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيس المدير الفني للنادي الاهلي على تجهيز اللاعبين والتركيز على بعض الجمل الفنيه والخططيه للظهور بشكل مميز كعاده فريق النادي الاهلي وتحقيق الفوز. كل التوفيق لرجال النادي الاهلي زي ما تمنينا في القدم كمان في اليد، وباذن الله جماهير النادي الاهلي تفرح في كل الرياضات. نروح بقى لاخبار عالميه وخبر يخص اللجنه المنظمه لكاس العالم تحت 20 عام واللي هتقام باندونيسيا باذن الله خلال العام الجاري. يمكن اعلنوا عن الاغنيه الرسميه للبطوله واللي هتجدوا بها فرقه ويرد جينيوس الاندونيسيه،
وبتحمل الاغنيه اسم جلوريس، ويمكن بطوله كاس العالم للشباب تحت 20 سنه منصه هامه جدا لاكتشاف العديد من المواهب، يمكن على مدار التاريخ دايما مواهب كتير بتظهر من خلال بطوله كاس العالم للشباب، اخرهم طبعا كان هالاند نجم مانشستر سيتي ونجم منتخب النرويج اللي كان يعني توج بيه الحذاء الذهبي في البطوله وجائزه احسن لاعب، كمان يمكن اللاعب الارجنتيني اللي توج مؤخرا مع منتخب الارجنتين بكاس العالم للكبار الفارس، يمكن كمان كان يعني شاهد تالقه بشكل كبير جدا في كاس العالم للشباب. على مستوى بقى مصر يمكن عدد كبير جدا من نجومنا تالقوا في دورات كاس العالم للشباب، يمكن محمد صلاح ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين كانوا في كأس العالم للشباب في 2011 في كولومبيا، يمكن ما تم يعني ما توفقوش، يمكن كانت القرعة صعبة جدا وقابلوا يعني الأرجنتين وأقصتهم مبكرا، ولكن إن شاء الله فيما هو قادم. يمكن يعني حزين جدا كريم يا نهاوند إن منتخبنا ما وصلش للبطولة دي، طبعا كنا منظمين التصفيات على أرضنا ولكن للأسف خرجنا بشكل يعني سيء للغاية، إن شاء الله الأجيال القادمة تبقى قادرة على التعويض والعودة مجددا لأمجاد مصر بإذن الله. نتمنى ذلك يا توفيق. في بقى خبر أنا عارفة إنه معاك والخاص ب يعني حملة ضد العنصرية، وأعتقد إحنا في أمس حاجة لهذا الأمر، خصوصا إنه هنتكلم عن الملاعب والساحة الرياضية، وشفنا كذا وقفة في بداية المباريات ليعني ماتشات ونوادي مختلفة وأندية مختلفة بتحمل شعار ضد العنصرية، أعتقد إحنا في أمس الحاجة ده، لأن المشاهد كمان يا كريم وإحنا شفنا ده كذا مرة بنشوف مشاهد عنصرية للأسف من بعض كمان اللعيبة اللي المفروض هم بيكونوا قدوة، يعني العكس هو اللي بيكون صحيح، فكلمنا أكتر عن ده لو معاك تفاصيل. طبعا يمكن المبادرة المرة دي بينضم يعني الاتحاد الألماني لكرة القدم ينضم لحملة تناهض العنصرية أو ضد العنصرية، لكن هذه الحملة بشارك فيها عدد كبير جدا من اتحادات كرة القدم الأوروبية. الاتحاد الألماني بالطبع أعلن انضمامه للحملة في المباراة المقبلة بما فيها مباراتي المنتخب الألماني الوديتين أمام بيرو وبلجيكا. يمكن في بيان صادر عن الاتحاد الألماني قال إن لدينا شيء ضد العنصرية سيتم عرضه على شاشات الإعلانات في المباراتين يومي غدا السبت والثلاثاء المقبل، كما سيتم عرض في جميع المباريات الودية وللمنتخبات تحت 21 عام وكمان مباريات دوري السيدات ودوري الدرجة الثالثة للرجال، بالإضافة بالطبع لمنصات التواصل الاجتماعي للاتحادات يعني الأنشطة المختلفة للأندية والاتحاد الألماني خلال الفترة المقبلة، خاصة العشر أيام اللي هم طبعا ضمن الحملة، إن ده جزء من حملة وفعاليات دولية ضد العنصرية هيتم إن شاء الله تنظيمها خلال الفترة من 20 مارس إلى 2 إبريل القادم، والحملة طبعا يعني مبنية على مبادرة الأمم المتحدة اللي بيتم تنسيقها في ألمانيا من قبل مؤسسة ضد العنصرية، شعار هذا العام بإذن الله اللي اتبناه العالم كله هو أوقفوا العنصرية بإذن الله رب العالمين. يعني نروح بقى مكملين في أخبارنا الدولية وميسي وتتويج الأرجنتين بكأس العالم، يمكن احتفالات صاخبة شهدها ملعب المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس اليوم أو يعني فجر اليوم، طبعا بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم المرة الثالثة في تاريخه، وكانت على هامش مباراة ودية بالطبع جمعت منتخب الأرجنتين مع بنما واللي فاز فيها بهدفين بدون رد، يمكن احتشت قرابة 83 ألف متفرج في ملعب المونومنتال لمتابعة المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم قطر 2022 واللي بتأتي طبعا بعد 3 شهور من التتويج. يمكن بدأت الودية أمام بنما وكلها كانت احتفالات رسمية باللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 36 عام، وبعد أن افتتح الشاب تياجو ألميدا النتيجة بهدف سجله في الدقيقة يمكن في أول مباراة في الدقيقة 76، يمكن ميسي بقى أصخب وأزاد الاحتفالات الأرجنتينية بهدف تاني، يمكن هدف تاريخي في آخر 5 دقائق لميسي. ميسي طبعا نجم العالم وسبع كور ذهبية قبل كده كأحسن لاعب في العالم، يمكن امبارح بمجرد ما حط الجون طبعا هدف رائع من ضربة حرة مباشرة، يمكن طبعا الاحتفالات دجت في الملعب كله. الهدف دوت طبعا مهم جدا إن ده وصل رقم 800 في مسيرة ميسي، كان ميسي توج زي ما قلنا بأفضل لاعب في العالم 7 مرات، وصل 800 هدف على مدار تاريخه، أعتقد لحظات حاسمة وتاريخية، يعني احنا محظوظين ان احنا شفنا ميسي وحضرناه. كان ميسي كمان قال يعني انا فخور جدا ان انا عشت اللحظة دي اللي قادر فيها على الاحتفال معاكم، رفعت كأسي كوبا امريكا وفي بلادي وبعد كده كأس العالم في قطر، قال اعتقد ان من اجل هذا تلعب كرة القدم. كمان يعني المدير الفني لمنتخب الارجنتين المتوج بكاس العالم سكولاني اتكلم عن المباراه امبارح وعن التتويج وقال ان انا يعني انهمرت دموعه وهو بيتكلم، طبعا قال انا ممتن لهؤلاء المجموعه من اللاعبين، كره القدم هي ملكهم، هي ملك من يرتدي هذا القميص، كل من بذل جهدا او بذل عرقا لتحقيق هذه النتائج. قال هذه المره الحمد لله الامانه اتحققت ومنتخب الارجنتين توج بلقب غايب لمده 36 سنه، اعتقد حدث كبير. لعبة القط والفار ميسي ورونالدو
يمكن امبارح الاثنين يعني شهدوا التالق الاثنين في نفس الليله. اعتقد ده حاجه كبيره جدا. اعتقد ان احنا مشفقين على العالم كله بعد ميسي ورونالدو. الكره هتبقى شكلها عامل ازاي؟ انا بتفق معاك، بس عارف برضو في كم اسم طالع منهم هالاند على سبيل المثال، يعني تحس ان لا لسه العالم بيطلع نجوم يا كريم، بس بيجيب لك نجوم برضو اخرين. أيوة ودي طبيعه الحياه. يعني بنتكلم عن البني ادمين. هالاند مش انسان. انت مش قادره تصدقي ليه؟ أيوة. ده مش بني ادم. يعني بيبقى في كده كل فتره اسم بيطلع، لكن هيبقى برضو كريستيانو رونالدو وميسي اسطورتين يعني على غير العادة زي ما بتقال، وجمعوا بين أجيال مختلفة. فطبعا يعني إيه بقى أخبار اللي عندك عن كريستيانو كمان؟ ما زي ما اتكلمنا، يمكن ميسي عمل ليلة تاريخية، رونالدو بالطبع راح معلق عليه وعمل ليلة تاريخية أكبر. يمكن امبارح طبعا كريستيانو رونالدو يحقق أرقام قياسية بعد ثنائية ليشتنشتاين. يمكن حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأمس عدد من الألقاب القياسية في فوز منتخب بلاده العريض على مضيف منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة في انطلاق تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024. يمكن سجل النجم البرتغالي رونالدو مهاجم النصر السعودي الهدفين الثالث والرابع في مرمى منتخب ليشتنشتاين. يمكن هنقول أبرز الأرقام بقى القياسية اللي حققها رونالدو زي ما كنا بنتكلم. يمكن رونالدو أصبح لاعبي عميد العالم برصيد 197 مباراة. طبعا أزاح يعني عميد لاعبي العالم السابق نجم منتخب الكويت بدر المطوع صاحب ال 196 مباراة. أعتقد أن لقب عميد العالم طبعا لينا الشرف كمصر أن كان كابتن حسام حسن حمل هذا اللقب، ومن بعده كمان الصقر أحمد حسن. ولكن أعتقد اللقب بوجود رونالدو على قمة المباراة الدولية في العالم، أعتقد اللقب يعني زاد زي ما بيقول بريقا بتسيد رونالدو لهذا الرقم. يمكن كمان رونالدو سجل هدفه رقم 100 في المباراة الرسمية على المستوى الدولي كأول لاعب في التاريخ. أعتقد ما فيش حد سبق رونالدو الرقم ده، وهيبقى صعب جدا إلا طبعا لو هالاند ليه رأي تاني فيما هو قادم من منافسات إن شاء الله. صحيح. كمان الرقم الثالث إن رونالدو وصل للرقم 120 على المستوى الدولي خلال 197 مباراة. رونالدو نجح في التسجيل كمان، ده رقم يعني رابع رقم قياسي عمله، نجح في التسجيل على المستوى الدولي العام 20 على التوالي. لكن ده اللي كانت نهواند بتقوله ان رونالدو وميسي يختلفوا كمان ان هم جمعوا، بنتكلم على مسيره وصلت ل 20 سنه للاثنين. كمان يمكن الهدف اللي احرزه يعني رونالدو كان اول اهدافه الدوليه كان في اليونان خلال يورو 2004 في اليونان، ده كان اول هدف مستمر لغايه كمان 23 وبيعمل ارقام قياسيه. اعتقد مسيره يعني حافله بالانجازات، واعتقد ان هو مثال لكل لاعب كره قدم عايز يعمل تاريخ وعايز يجتهد. دي كانت نهايه اخبارنا، ولكن دايما الاهلي في رمضان مجمعنا. صحيح. ودايما باذن الله كل يوم حلقه جديده تمتعونا بيها، تمتعوا كل جماهير النادي الاهلي، ودايما يا رب متجمعين في الاهلي، ودايما يا رب متجمعين في رمضان. وان شاء الله نجتمع هنا بعد ماتش الهلال ونحتفل كلنا مع بعض التأهل يا رب. ونهني بعض باذن الله. توفيق، بشكرك على التغطيه الرائعه دي بجد، وسعداء انك كنت معانا في الاستوديو لاول مره، وهنشوفك اكيد وتغطيه اكيد قناه الاهلي مع حضراتكم مستمره. شكرا لك يا توفيق جدا، وبنشكر حضراتكم. الجزء الاول كده من الحلقه النهارده انتهى، خلينا نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيوفنا. خليكم معانا. عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من الأهلي في رمضان. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا في الفقرة دي نتكلم شوية عن طقوس وكواليس اللاعبات تحديدا. زي ما بنيجي نتكلم كده عن المرأة العاملة، أن في رمضان بتبقى مهمتها صعبة، بيت وولاد ومسؤولية وزوج إلى آخره. الكلام ده كمان ينطبق بحذافيره على كتير من اللاعبات المتزوجات، سواء يعني كانوا متجوزين من وقت وهم بيمارسوا الرياضات المختلفة اللي هم بيتعلقوا فيها، أو حتى بعد الاعتزال. إحنا النهاردة في الأهلي في رمضان منورانا يعني دلوقتي نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد السابقة مي هشام، وزوجها كمان منورنا في حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد صبري المصور السينمائي. كل سنة وانتم طيبين ومنورين الأهلي في رمضان، وأهلا بيكم. أنت طيب يا فندم. يعني مساء الخير طبعا، كل سنه وانتم طيبين، وده مكانك اكيد في الاول وفي الاخر، ومكانك يا محمد بطبيعه الحال. بس قبل ما نخش في تفاصيل وقبل ما نخش في رمضان، يعني خلينا نعرف برضو الساده المتابعين، انتوا اصلا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اي حد فيكم على فكره اتفضل. اي حد يجاوب. لا يعني بطريقه الصدفه بالطريقه التقليديه، يعني حد يعرفني ويعرفه عرفكم على بعض، عرفنا وساعتها بقى خلاص. انا واحنا بس قلنا طيب، كان قاعد في المدرجات بيتابعك في ماتش من الماتشات، لفت نظره بستايلك في الملعب كده يعني. ما كانش عارف خالص. لا فعلا، واول ما عرف بقى قال اتخض وقال لك اوبا رياضيه وهيبقى وراها معسكرات وتمارين وحاجات خالص. فكرت في الحكايه دي ازاي؟ طبعا فكرت فيها، بس انا كانت بالنسبه لي كانت الصدمه الاولانيه حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ ان بدايه التعارف اللي هو انا بلعب هاندبول. طب تمام، انا بحب الرياضه وبحب الهاندبول، بتلعبي فين؟ بلعب في النادي الاهلي. في النادي الاهلي هو يعني انا مش هشوفك كتير بعد كده. بالظبط كده، اللي هو خلاص وقتها زحمه، حياتها مشغوله باستمرار.
بس في نفس الوقت الحاجة اللي بتحبها وعندها شغف ناحيتها. فأنا نفسي زي ما أنا عندي شغف في مهنتي فأنا عارف إنها ليها شغفها في حبها للهاندبول، ما ينفعش ما كونش سبورت ليها في حاجة زي دي. بس الناس اللي بتشتغل في الحقل الفني بشكل عام والسينمائي بصفة خاصة برضو حياتهم وطبيعة بيوتهم ليها خصوصيه شديده وبيبقى لهم طلبات. بص انت ايه الزرافه اهو، هو قال لي الموضوع ان الموضوع هنا وهنا، قال لك ايه في الحته دي تحديدا، قال لي لو دخلت شغل مش هتشوفيني فما تقلقيش. طبعا وفعلا احنا في وسط ما احنا كنا بنتعرف جه فجاه اختفى يعني، بس كان قايل لك هو رايح فين خالص يعني، واحنا هي سايبها احنا مع بعض ولا سيبنا بعض؟ لا كنا ساعتها كنا لسه متعرفين على بعض بقالنا مثلا شهر او شهر ونص. اوكي في الاوائل يعني. وجالي مسلسل شغال فيه فاختفيت لمده شهرين، انا ما بتصلش، انا بروح الشغل برجع، حتى استاذ الكريم عارف ده، هو الموضوع كله انك تبقى كافي انك ترجع تتعشى تاخد دش تخش تنام تقوم على الشغل وهكذا. فالموضوع ضيق وكان الموضوع في سفر ما كانش هنا في القاهره كمان فخلاص. طب ومي وقتها كنت يعني مسحت الرك. مش بغزر فعلا، ده حقيقي فعلا مسحت الرك حقيقي فعلا، حسيت ان يعني خلاص الموضوع ما فيش حد اتكلم معايا فتره وفجاه اختفى فخلاص. اوكي يعني اتجوزتوا وانت لسه بترعبي ولا كنت اعتزلت؟ لسه بترعب. طب الفتره الاولى دي كانت عامله ازاي؟ اللي هو هو يعني واخد الشغل بالحضن وانت عندك معسكرات وماتشات وسفريات وبطولات، كنتوا بتشوفوا بعض يعني احيانا في الطرق؟ هو كان بيشتغل يعني ازاي في الفتره دي اللي هو تنتن التبديل، حد لازم في البيت والتاني بره دايما. انا بشتغل الصبح قبل التمرين. طب ده لطيف ولا مش لطيف؟ انا بتهيالي انه كويس، لان لو كان في حد متفرغ كان هيحس بعدم وجود التاني، لو انا كلامي مظبوط. وده صح، بس يعني انا بدات اتدرج ده بعد كده ان انا ابدا اخد اجازات في الوقت اللي هو فيه اجازه صح، فيحس ان انا في ايام فيها في البيت. لكن في ايام مشغوله يعني. لذلك كان بمحض ارادتك ولا بتوجيه من ابو حميد ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ قررها لوحدها خالص حقيقي. بالعكس هو داعم جدا على فكره. كنت متعمد ده معاها انها من الاول خدي القرار براحتك، خدي وقتك للاخر، الموضوع ما تستعجليش في القرار بس خلي الوقت مناسب عشان تبقي مخلصه والسيزون نفسه وانت اصلا خدتي القرار بناء على ايه او ليه؟ اكيد اي لاعب بيحصل له فتره تشبع بقى خلاص يعني. انا بعد كده ممكن ما اضيفش يعني، حتى لو لعبت بعد كده خلاص فقدت شغف كبير جدا من اني اكمل كلاعبه. وفي نفس الوقت جات لي منحه يعني، كنت قدمت في منحة إن أنا أدرس هاندبول في ألمانيا واتقبلت، فكنت أوكي. عرفت أوريدي بعديها خلاص بقى أنا تمام وأنا هعمل أنا هعتزل. وكان القرار يعني حتى أول حد اتناقشت معاه هو كان محمد، قلت له أنا هعتزل، قال لي يعني فكري كويس عشان أنت لاعبة والسلام، أنت بتلعبي في النادي الأهلي وفي منتخب مصر بالظبط، كان عندك كم سنة يعني. تقريبا وكابتن تيم كمان. طيب 31 اي ثينك لسه كان قدامك فرصة إلى حد كبير. كان لسه والحمد لله كنت يعني لحد آخر وقت أنا بلعب فول تايم ويعني ومأدية ويعني أساسي في الملعب، مش مثلا بلعب شوية وأريح أو كده لا. هل بعد ما خدتي القرار مثلا حسستك ان هي ندمانه باي حال من الاحوال على قرارك؟ في البدايه ممكن الندم في عينيها في مره، لا هي كانت في البدايه كانت اصلا متوتره انها تاخد القرار تبطل ولا ما تبطلش، ولا انا حاسه ان كده كفايه. فقعدنا حللنا الموضوع الاول بشكل منطقي، وهي تقدر تحقق ايه تاني؟ طب لو انت هتكملي في الكارير ولا لا انا هكمل في الكارير؟ طب خلاص يعني الباشن بتاعها هو بس هيتنقل من مرحله لمرحله تانية مختلفه. فده اللي كنا مركزين عليه اكتر في القرار. وان كان برضو كان من نقطه تانية من القرار ان السيزون ده ولا اكمل السيزون اللي جاي براحتك. فوصلنا في الاخر لا هو مع نهايه السيزون اللي كانت فيه في وقتها لا ده كفايه، لان كان السيزون حتى كمان كان ساعتها كانوا كسبانين الدوري والكاس ودوري السوبر فخدوا كل البطولات المتاحه. قلت لها لا لو القرار يبقى انا في رايي يبقى يكون انسب وانت كسبانه كل بطولاتك تماما، ما يبقاش انت متضايقه ان انا السيزون ده انا بخلص فيه وخسران ولو بطوله حتى ولو كانت بطوله ايه. صحيح بالذات طبعا انها جوه النادي الاهلي مش جوه اي نادي تاني باستمرار، لا انا لازم اخد كل حاجه. فده كان مهم بالنسبه لها قوي انها تنهيه بشكل كويس. وبقيه العيله عندك باباكي مامتك كانوا مع القرار ده؟ كانوا مؤيدين جدا، هم كانوا شايفين يعني ان انا مش هقدر اوفق بين البيت والشغل والتمرين يعني ده كان صعب. فوالدي قال لي انا شايف ان انت تبطلي حلو كده بعد الجواز. وانت دلوقتي يا مي بتعملي ايه بجانب الدراسه بتاعتك؟ طبعا اتجهت للتدريب فبرضه بنزل نفس الشغل
بس شويه المجهود بقى اقل طبعاً، يعني بقى شويه الموضوع اقل، بقيت يعني الى حد ما متحكمه في الوقت اكتر. المجهود ده انا كان ممكن اروح البيت وماسكه كوبايه الميه، ما عندكيش باور طبعا طبيعي. اللي انا عارفه ان انت بتعملي حاجه في صلب اهتمامات نهاوند، حاجه ليها علاقه بالسياحه الرياضيه، صح؟ ايوه كده؟ ده الملف ده مهم جدا. مظبوط. بتعملي ايه بقى في الملف ده، او مسؤول عن ايه تحديدا؟ احنا مسؤولين عن الشركات اللي بتعمل ايفنتات هنا في مصر، ان احنا في اجانب بييجوا يعملوا رياضه في اماكن سياحيه. أوكي. في براندات يعني عالميه في الموضوع ده، يعني احنا بنحاول نقدم لهم كل الدعم اللوجستي طبعا بتوجيهات ده من خلال وزاره الشباب والرياضه. بالظبط. بتوجيهات طبعا معالي الوزير، ان احنا نرعى كل الشركات الخاصه او البرايفت سيكتور اللي بيشتغل في اي نشاط رياضي، ما يبقاش بس اتحادات وحاجات رسميه وكالندر يعني اوفيشال كالندر، لا ممكن ان احنا نفتح المساحه كمان للناس اللي بتجري في الشارع، اللي بيعملوا حاجات مثلا ترايثلون، حاجات مثلا خماسي حديث، يعني بنفتح شويه المجال ان احنا نستوعب كل الاجانب اللي بيجوا يتفسحوا ويلعبوا رياضه. حلو. ده تنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة والسياحة، ولا بس ملف بتاع تنسيق وزارة الشباب؟ الشباب والرياضة، وطبعا بعض الجهات الأمنية، ومعنا السياحة برضو بارتنر، يعني هم الصراحة شركاء في القصة دي، مش بس في البرايفت سيكتور إنما كمان في البطولات الرسمية، لأن احنا الناس اللي بتيجي البلد بنخليهم يروحوا يعني ياخدوا تور سياحي في الأماكن السياحية، مثلا بيروح الهرم، يروح المتحف، يروحوا يعني يشوفوا البلد يعني. حلو. محمد انت برضو بتشتغل في الملف ده مع مي ولا لا؟ ده شغلها هي. انا بالنسبه لي انا مجالي مع باقي زمايلي اللي قاعدين هنا دول كلهم. بتراقب انت الكادرات؟ انا مع التصوير. الموسم ده عامل ايه؟ مشارك في حاجه في رمضان؟ مشارك السنه دي؟ لا مش مشارك في حاجه. لا في زخم كبير، في عدد كبير من الحاجات بقينا يعني اخر كام سنه بنشوف ان في انتاج كما، يعني بعيدا عن كيف بس كما ماشي الحال. كان في لا كما كان اكتر كمان، ده كده قل كمان شويه. طب احنا معانا على التليفون زميله من زميلاتك، عايزه تعيد عليك انت ومحمد. معانا ساره حسام لاعبه يد النادي الاهلي الحاليه. يا ساره اهلا بيكي معانا في الاهلي في رمضان، وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. سعداء انا ونهاوند بوجود الكابل الجميل ده معانا. ربنا يخليك. تسلم. واحنا يعني بجد سعداء. حبيبي يا سارة، عاملة ايه؟ اللي ذاك ايه؟ شو الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ منورة الشاشة. ايه يا حبيبي، ربنا يخليك. اختفت بعد الاعتزال ولا على تواصل لسه مع بعض؟ لا على تواصل، احنا على طول مع بعض يعني، اذا ما كانش في الملعب يبقى في الشغل. جميل. يا سارة زميلتي في الشغل، وكنا بنلعب سوا. أوكي. وكانت دفعتي في الكلية. ده جميل ده. فاحنا مع بعض. كنت حجم رضاكي عن قرارها بالاعتزال كان عامل ازاي؟ هما اتفاجئوا على فكرة. لا هو كان مفاجأة طبعا لينا، لان هو كان في اخر الموسم كده فجأة لقينا مي بتقول ان هي هتعتزل، فاللي هو اتصدمت طبعا، لان هي كانت بتلعب جنبي في المركز، فكان احد الاعمدة بتاعت الفرقة بصراحة، فكان الموضوع بالنسبة لنا صدمة، بس طبعا كان هو قرار فعلا كان لازم يتاخد، لان هي كان مستقبلها طبعا، يعني جالها الدورة بتاعت المانيا انها تتدرب هناك وتاخد دورة مش كتير بيقبلوا فيها، فحقيقة بصراحة على موقف زي ده ان هي اخدت قرار في وقت مناسب. وبس احنا طبعا في الموسم ده احنا فقدنا وينج ليفت، يعني ما بيجيش كتير. حبيبي يا سيسو حبيبي. جميل. طب وانت هتفكري برضو بنفس نمط التفكير ده في وقت من الاوقات، فكره ان انت تعتزلي بس تكملي في نفس الدومين ده في نفس المجال ده من خلال تدريب او من خلال انتمائك لاي مؤسسه معنيه بكره اليد؟ والله انا دلوقتي فعلا اعتزلت الموسم اللي فات عشان كنت حامل، جبت جميله. الله ما شاء الله يا ام جميله، ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيها وتشوفيها احلى عروسه في الدنيا. يا رب امين. جميل. فلسه بقى يعني بفكر لسه اخد موضوع التدريب او اي مؤسسه ثانيه اتمرن فيها يعني، بس لسه طبعا يعني قلت اعدي السنه. مش دلوقتي جميله، مش هتسيبك تروحي اي حته اصلا. صحيح. الفتره دي انسي اللي بتفكري فيه.
ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك. ربنا يخليك. نشكرك على وجودك معانا يا ساره، نورتينا، وكل سنه وانت طيبه وجميله. طيبه وابو جميله بخير يا رب. وابو جميله احنا معانا بالتالي برضو هيكون على التليفون. عمرو طبعا، كابتن عمرو ممدوح لاعب الاهلي برضو لكره الماء السابق، وطبعا زوج ساره وزميل مي في اداره السياحه اللي كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. يعني في البدايه خليني اقول لك كابتن مساء الخير وكل سنه وانت بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ومن خلال البرنامج الجميل بتاعكم ده بنهني كل العاملين في القناة برمضان إن شاء الله. خليني أروح معاك. وبمسك على مي وعلى محمد. طبعا حبيبي يا عم. ومي مش عايزة تاكل، نطلب لها البوفيه تاكل أو حاجة. عمرو يعني خليني أروح معاك لملف مهم جدا وكنا لسه بنتكلم فيه مع مي. فكرة هنا السياحة الرياضية والتنسيق اللي بيتم طبعا مع الجهات المختلفة، وإزاي الملف ده ممكن يبقى ليه مكاسب كبيرة جدا على صعيد الرياضة وعلى صعيد السياحة، فخلينا نروح معاك بداية بالنقطة دي. والله خليني اقول لك ان الرياضه دلوقتي رايحه في المنطقه ديت او في المجال ده بصفه كبيره، واحنا بيساعدنا على كده ان احنا اغلب البطولات دلوقتي بتنظم في مصر، اغلب بالزبط. الاحداث الرياضيه مصر ليها مكانه فيها ومجال فيها، ومن خلال الوزاره ومي ماسكه ملف الترويج السياحي، وده ملف كبير جدا بيساعد هيئات كتيره جدا ان يبقى في تواصل ويبقى في نجاح لاي بطوله بتقام في مصر من خلال الاداره بتاعت مي. هايل. انا عندي بقى سؤال بعيد شويه عن الجد، يعني خلينا نروح ونرجع تاني لقصه ساره وفكره هنا جوازكو، وفكره كمان الارتباط بين يعني اتنين لعيبه او اتنين ابطال في رياضات حتى وان كانت رياضات مختلفه، ازاي ده بيكون شيء ايجابي الى حد كبير يا عمرو؟ لا هي مش رياضات مختلفه، هو احنا الاتنين بنلعب كل نفس اللعبة ولكن دي في الأرض ودي في المية. ماشي ما اختلفناش فعلا. هو نفس الرياضة بس في الآخر يعني أنا بقعد أتكلم معاه إن أنا لو نزلت وقفت في الجون أنا هصد أكيد علشان أنا كنت جون، فإذا كان منها أو من مي فأنا أكيد هصد منهم يعني. لا يا عم مش هيحصل الكلام ده مظبوط. يا سيدي على الثقة، يا سيدي على الثقة. حلو جدا. طيب السؤال برضو عايزه اروح معاك فيه، لان احنا بنتكلم شويه بقى على شق الانساني مع برضو ضيوفنا، فكره هنا ان ساره بطله برضو كانت، وفكره برضو التوفيق ما بين ان هي زوجه وهي ام وهي كانت لاعبه، ازاي ده برضو بتقدروا ان انتوا توفقوا يعني توفقوا ما بينكم او تنسقوه برضو يا كابتن عمرو؟ بصي حياه الرياضي دايما وطريقه تفكيره مختلفه عن اي حد تاني، بمعنى ان الرياضي دايما عنده مواعيد محدده وتنظيم الوقت عنده صح. بيبقى بصفه اكبر وبصفه يعني بيلتزم بمواعيده، اذا كان عنده وقت للشغل وقت للتمرين وقت للبيت، فالرياضي الموضوع ده ما بيقرقهوش في حاجه ان هو ينظم ما بين مواعيده كلها ويدي كل حاجه حقها في وقتها. حلو. وانا برضو انا عايز اقول لمحمد وعايزين نبقى معاه كده ان شاء الله، الزمالك محتاجينه ان شاء الله يكمل بقى على بطوله الدوري ونشوفه في افريقيا ان شاء الله مكمل. لا رد انت بقى. يعني رد انت بقى، انا مش حاضر ارد. حبيبي يا عمرو، حبيبي يا عمرو، ده يبقى صعب الكلام فيه. نشكرك جدا عمرو وساره، شكرا لكم على هذه المداخله، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. وقبل بقى ما نختم، لان هو الوقت بيجري، مش عارفه ازاي الوقت بيجري كده، بس خليني اسالك نفس السؤال، يعني انتوا مش مخلفين صح؟ لا لسه. فدي لسه بقى ان شاء الله طبعا ربنا يرزقكم، دي هتبقى ريسبونسبيلتي ثالثه خالص، فازاي برضو جاهزه لان انت بطبيعه الحال حتى لو بعدتي عن اللعب فبرضه مشغوله بوقت طويل أكيد. محمد بنشوفه في الاجازات، يعني الموضوع برضه اكيد هيبقى صعب. اكيد طبعا اكيد، ولكن طبعا لو في بيبي ده هياخد يعني كل الاهتمام والاولويه طبعا، لانه ان شاء الله ربنا يرزق البيبي سريعا باذن الله ويبارك لكم فيه ان شاء الله. احنا سعداء جدا وجودكم معانا النهارده، نورتونا وفرحتونا في الاهلي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين وفي احسن صحه وفي اسعد حال يا رب. رمضان كريم عليك. الله اكبر. رمضان كريم. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نستقبل ضيوفنا، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة كمان، ودي الفقرة الأخيرة، والفقرة دي هتبقى ميكس كده ما بين نتكلم الفن شوية والتحليل الكروي شوية
والإنسانيات شوية والعيلة شوية والأكل شوية، حاجات كتيرة جدا هنعرفها وكواليس وحكايات طبعا كتيرة عن عمل ضيوفنا، وتحديدا بنتكلم كمان في شهر رمضان. خلينا نرحب بالفنان المميز جدا محمد السعداني وشقيقه المحلل الكروي أحمد السعداني، واللي بالمناسبة هم مش شبه بعض خالص ولا اليوم علاقة ببعض. يا مساء الفل. مساء الفل، كل سنة طيبين. وأنت بالصحة والسلامة، منورين الدنيا كلها، أهلا بيكم معانا. بس فعلا مفيش أي شبه خالص. وبعدين الوراثة مسمعة في حد ومسمعة في حد تاني. خدت بالي من التفصيلة دي؟ كل ما حد يقول لنا الجملة دي كله على أحلى. اه بالظبط، أنا الوراثة عندي سافرت خالص. منورين النهاردة، كل سنة وأنتم طيبين. لا وفي فرع، أنتوا عندكم فرع سوري مامتكم صح كده؟ زي بالظبط. ايوه مامتنا سوريه. ده اكيد هياخدنا للكلام على الحلويات الشاميه. ايوه والاكل بس تعالى قبل ما نوصل للحلويات الشاميه، تعالى نبتدي ببدايتك انت شخصيا وفيلم الناظر. احنا بنتكلم على عمل سينمائي استثنائي من كل النواحي طبعا، وكان تيرنينج بوينت ومنعطف كبير في السينما المصريه في العصر الحالي. فكره ان انت وقفت قدام حد بحجم وبخف الدم وباستثنائية الراحل العبقري العظيم علاء ولي الدين واقف قدام كاميرا شريف عرفة، لا دي حدوتة. لا ودورك، ودورك حتى وإن كان ما هوش الواو الكبير بس أنت علمت وقتها جدا. الحمد لله. يعني الحمد لله. هي القصة كلها بدأت أساسا إن أنا أساسا كنت كومبارس في الفيلم ده، يعني أنا كنت رايح ومليش دور أساسا. كان أنا كنت عملت أوديشن. طب رحت بناء على إيه؟ ما أنا أقول لك بقى، أنا كنت عملت أوديشن وكان المساعدين بتوع أستاذ شريف عرفة أساتذة كبار دلوقتي، مخرجين كبار دلوقتي، يعني علي إدريس، مروان حامد، أحمد علاء الديف، دول المساعدين بتوع أستاذ شريف. فأنا عملت أوديشن وانا كنت قريت في الجرايد بقى ايام زمان عن الفيلم، وكنت بحلم ان انا ابقى في الفيلم ده. فروحت عملت اوديشن وكان في دور كده، والدور ده رحت التصوير قالوا لي ده اتلغى اصلا، يعني الدور اساسا اتشال. فانا قلت مش مشكله، انا حابب ان انا اتعلم وبشتغل مع اساتذه كبار فانا موجود. فطول ما انا في التصوير الاقي استاذ شريف عرفه قاعد عمال يبص لي من فوق لتحت ومركز معايا جدا. فانا ابتديت اقلق، قلت انا شكلي وحش، لبسي وحش، اي حاجه انا مش فاهم. وانا كنت من الناس اللي قاعد مركز بقى اشوف الكاميرات واشوف الاضاءه والعدسه، انت عايز تتعلم طبعا. اللي في سني بقى ساعتها ايه ما فاهم رحله طبعا. فجي مروان حامد قال لي ابسط يا سعداني، ده الاستاذ شريف معجب بيك جدا وعايزك تعمل دور. قلت له انا؟ قال لي اه. الكلام ده ينطبق عليا انا. قلت له يا استاذ مروان، هو قاعد بيبص لي؟ قال لي هو استاذ شريف ليه بصه كده وبيقعد بيركز جدا في التفاصيل يعني لو حد شايف فيه حاجه بذره فن او حاجه بيلقط. فقلت له يا سلام الله. المهم جابني وقفت قدامه هو احمد حلمي، قال لي يلا يا سعداني اعمل البروفا. فانا عملت البروفا والسكريبت كان مفروض ان انا بيقول لي هو بالسين سامي سمين ده الحوار، فانا قلت سامي وبعد كده قمت قال ساميه. فقعدوا يضحكوا جدا، فانا برضو مش فاهم هو بيضحكوا ليه. فقلت لهم بتضحكوا ليه؟ انا افتكرتهم بالترق يعني انا مش فاهم برضو مخضوض وبتاع. قال لي انت جبت ساميه دي منين يا ابني؟ دي سمين مش ساميه، انت ازاي يعني ولد وبتقول ساميه وبتاع. بعد كده راح قايل كات وقال لي حلوه ساميه دي قولها. وبعد ما خلصت الشوت قال لي انت تيجي بقى كل يوم وكل ما هلاقي حاجه هدخلك. يا سلام. اه والله العظيم. حلوه دي. فهي القصه كلها جت كده، ان انا من ماليش حاجه الى ان الحمد لله بقى دور كويس جدا متقدم شغل كويس. ورجعت بقى البيت وحكى لكم بقى طبعا القصه. طبعا. لما سمعته ده بقى يا احمد ايه بقى الرد الفعل وطنط وانكل؟ هو انا اصلا الاول انا كان بالنسبه لي ان عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان محمد مثلا هيبقى بيمثل او هيبقى طالع مع حد مشهور او كده. فانا كان بالنسبه لي محمد كومبارس يعني بيعدي بقفاه. الحمد لله عيله بتساند بعض كده. فبقيت بقى اللي هو كل ما حد من صحابي يشوفني وبتاع اخوك اه بتاع سامي فاهم. فلا يعني انا بصراحه لا بس ما تنكرش ان انت اتصيدت في شلتك بعد النجاح الباهر بتاعك. انا كان عندي مدير في المدرسه الله يرحمه كان كل ما يشوفني لازم يحكي لي القصه ان هو اللي مخلى محمد يمثل. والله العظيم قاعد يحكي لي القصه من وانا عندي 10 سنين لحد ما انا مثلا خلاص. انا اللي اكتشفته بتاع فاهم، وانا اصلا كنت مجننه في المدرسه، كنت مجننهم كلهم. كانت كده بس طبعا كانت بدايه طبعا يعني واشتغلت يعني العمل ده كل اللي فيه نجوم يعني حاجه طبعا كانت عظيمه. بتنتقدوا شغل بعض وبتركزوا في شغل بعض وبتنصحوا بعض ولا الحكايه ماشيه زي ولا لان المجالين مختلفين فمش مفيش نقطه لا طلقي. جدا 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 يعني انا لما اروح اتفرج عليه في اي ماتشات مثلا او لما مثلا اشوف له حلقه بيحلل فيها ولا بتاعه اقول له رايي واقول له لا لازم بس انا بتكلم بقى ايه غصب عني بتكلم المنطقه الفنيه طبعا فاهم يعني مثلا أكيد. قرويا ممكن يبقى في معلومات مش عندي قوي بس انا لا اقول له لا التصوير لا الكاميرا لا مش عارف الاضاءه لا اللبس والالوان وحاجات كده. هو محمد ساعدني جدا اصلا في الاول لان انا اول ما بدات انا كنت بعمل كل حاجه لوحدي المفروض
بس هو محمد بقى ساعدني في حته التصوير وحته ان انا ازاي اصور على كروما يعني. وازاي هو اللي ساعدني جدا في اول حلقتين ثلاثه وبعد كده علمني انا ازاي اقدر ان انا اعمل كل الكلام ده لوحدي وانا بالوقت بقى بقيت اعمل الكلام ده لوحدي فبالنسبه لي بقى موضوع اسهل شويه. وهو نفس القصه برضو لما بعمل اي مثلا اعمال فنيه ولا حاجه يجي يقول لي ده كان حلو قوي لا ده مش عارف ايه دي الحته دي وهكذا يعني. حلو جدا. ومين انت اصغر صح احمد؟ اصغر مني ب 10 سنين. 10 سنين 10 سنين لا يا راجل لا مش باين 10 سنين انا شكلي اصغر يعني انت عمال تقول انا الاحلى انا الاصغر ايه تاني انا الاشهر جايبني بهدلني مش جايبه بهدله يعني. طب احمد عايز اسالك على يعني ايه معلش سر حبك في الرياضه اصلا ولا هي حاجه بتيجي كده؟ لا بصي انا اصلا بلعب كوره من عندي 5 سنين. انا كنت موهوب كهاوي ولا كلاعب؟ انا كنت بلعب انا من يعني متربي في نادي الصيد اصلا طول عمري. فانا من وانا عندي 5 سنين دايما كنت وانا بلعب كان يعني لعبي ملفت قوي للناس الكبار والمدربين وبتاع. فلحد ما كان في مدرب يعني اسمه كابتن بدر الله يرحمه هو كان في النادي قال بقى لبابايا ومامتي ان لازم ده يدخل الكوره وبتاع. فانا كنت مميز جدا انا كنت مجنون كوره بقى بحب اتفرج على ماتشات واحب العب وبتاع. فالموضوع خلاص بقى في دمي فقعدت العب الفيلد بقى كملت بقى جدا ولعبت في انديه جامده بس أندية انا كبيرة بس انا يعني الاصابات عطلتني جدا ودماغي شويه. ف طب نقطه التحول بقى للتحليل وال انا طول عمري بحب جدا انا مش بتفرج على ماتش مثلا زي الناس اللي هي بتتفرج وخلاص لا انا بركز في حاجات معينه التفاصيل. وبتفرج على المحللين من وانا طفل يعني كنت مثلا بحب اتفرج على ميدو جدا وهو بيحلل في بين سبورت زمان لا يعني مش الماتش يخلص خلاص اقفل لا احب ادخل اتفرج على التحليل بتاع الماتش والتحركات والمدرب ده بيلعب ازاي بحب الموضوع ده جدا. حلو. فانا لما ربنا ما وفقنيش قوي في حته ان انا اكمل كوره بسبب الاسباب يعني اللي انا لسه قايل عليها هو لسه بيلعب لحد دلوقتي انا لسه بلعب بس مش بلعب يعني بلعب كده اللي هو في الصيد جنب شغلي وبتاع فحسيت ان انا لا يعني انا محتاج اطلع الطاقه دي بدل ما انا بقعد اتكلم مع الناس وبتاع لا طب ما خلاص طب ما انا اعمل فيديوز واتكلم واشرح الفكره ان هو اصلا لعيب كوره فبيبقى بيتكلم انا عايز اقول لحضرتك ان انا الموضوع ان انا لما بدات كنت بالنسبه لي لو الناس كانت اللي هو كده كنت ممكن اهمد مثلا وما اكملش انا بادئ بقالي 8 شهور بس ردود الافعال فعلا كانت كويسه جدا لقيت ناس كتير قوي بتخش تعمل لي فولو وناس كتير جدا ما اعرفهاش او ما كلمتهاش بقالي سنين لا انت جامد انا مستني رايك كمل طب مش عارف ايه وحتى ناس من صحابي لعيبه الكوره اللي بيلعبوا عامه في الممتاز او في الكلام ده بيقولوا لي لا انت جامد وقراك جامده لان انا لعبت واضح ان انتوا عندكم حته التالنت موجوده بس كل واحد بيحط يعني بيوجهها في الطريق هو بيمثل برضه على فكره يعني انا بفهم في حته التمثيل يعني محمد بياخد رايي في حاجات كتير مثلا في ادوار او في كده بياخد رايي هو في بعض الاحيان بتحصل مع بعض الفنانين بيسموها حتى لعنه البدايات لما يكون في فنان بدايته قويه قوي او مشارك في عمل استثنائي من الافلام اللي هي الخالده اللي ما تنسيش في ناس لما بتتحط في الظروف دي بتكون نقطه انطلاق فظيعه بالنسبه لهم طبعا. وفي ناس تانية لا ما بيحصلش معاها رد الفعل ده بل وبتختفي تماما انت ما اختفتش طبعا بس طبعا. على الاقل هل اللي حصل معاك بعد الفيلم ده يتسق ويتماشى مع فكره ان انت بدايتك كانت قويه بالشكل ده هو يعني طبعا انت عندك حق طبعا انا الفكره كلها ان انا اول لما ابتديت انا ابتديت مع كل نجوم مصر يعني انا من بدايه انا خلي بالك برضو انا اول مره امثل فيها كان اول واحد خلينا امثل الاستاذ نور الشريف قبل فيلم النظر بسنه رحمه الله تعامل فيلم اسمه العاشقان كان اخراج الاستاذ نور الشريف طبعا وعايز اقول لك ان انا من ضمن الحاجات الكوميدي ان انا رحت الاوديشن ده واول لما دخلت لقيت كل جنات مصر جوه فانا طبعا انا كنت اصغر بقى واتخن بكتير وبنضاره وراكب تاكسي وجاي فانا قلت انا والله العظيم هتاخد الغريبه بقى ان انا دخلت والوحيد اللي اتاخد في الاوديشن ده كله هو انا ما اعرفش هو شاف فيا ايه هو استاذ نور الشريف بص خلي بالك بص ما هو تعالى نعمل فلاش باك من شويه كده كنا احنا بنقول ايه من شويه ان انت مين كان عمال يصغر لك قبلها كابتن شريف حد بقدر شريف عرفه طبعا وبعدين فنان النجم الكبير نور الشريف طبعا رحمه الله عليه هو كان شخص استثنائي بقدر استثنائيته كفنان طبعا وليه رؤيه ثاقبه وليه نظره مختلفه ويعرف يطلع الفن اللي انوجد في اي بني ادم بالظبط لا دي وده كان اشاره كافيه على فكره طبعا وهو كمان ساعتها انا قال جمله عمري في حياتي ما انساها فبص للمساعد اللي معاه وقال له شبهي يا بس مش قصده شبهي شكلا لا مش شكلا فانا طبعا انا ساعتها بقى فاهم اللي هو انا ما فهمتش بقيت بقى ماشي عمال اقول لابويا وامي شبه نور الشريف يعني فاهم انا شبه نور الشريف انتوا بس اللي مش واخدين بالكم بالظبط هو شاف فيها حاجه انا مش عارفها لحد دلوقتي وكنت اول مره امثل معاه كنت واخد دور برده في فيلم العاشقان يمكن لو شفت الفيلم مش هتعرفني كنت اصغر وارفع بكتير وحاجات كده وبعديها بقى قعد فيلم الناظر عملت حاجات كتير قوي ما تيجي نرقص وملك وكتابه واسف على الازعاج ومطب صناعي وعندليب الدقي عملت اشتغلت مع نجوم كبار جدا الى ان بعد 2010 2011
الخطة والسينما والصناعة اتغيرت تماما طب. وطلع أجيال تانية كتير جدا، وفي نفس الوقت الدنيا اتغيرت من سينما لفيديو فأنا حصل لي فاهم في حصل كده فجأة كده اللي هو ايه ده هو في ايه فالبلان كلها اتغيرت والنجوم اللي انا كنت بشتغل معاهم كلهم. هل قعدت ترتيب اوراقك بما يتماشى مع المستجدات؟ بالظبط قعدت الترتيب ده لان انا قررت ان انا ساعتها لا انا لازم اغير الستايل بتاعي تماما. انا كنت اتخن من كده بكتير خسيت جدا وانا طول عمري كنت بحلم ان انا اعمل ادوار ما فيهاش كوميدي فطول الوقت كان المنتجين يعني. والمخرجين اسعدني انت كوميديان احنا بنجيبك تضحك دي مشكله الانتاج في بعض الاوقات انا عايز اقول على حاجه يعني ان انا بشوف حاجات كتير لمحمد مسرحيات وحاجات كده هو محمد كممثل اجمد من كوميديان بكتير جدا والله العظيم يعني عارف حضرتك لو شفت مثلا ابو العروسه من احلى الادوار اللي انا شفتها لمحمد وبعيد عن الكوميديا تماما خالص دراما وبتاع انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت مروح من الشغل لقيت مامتي وبابايا قاعدين بيعيطوا لا لا صدقوا لا انا كنت بتفرج عشان انا في انا ما كنتش بتفرج على المسلسل كنت عملت حادثه وخلاص بموت فلا قاعدين بيعيطوا كلها فلا داخل بقى من الشغل وبتاع فانا ما اتفرجش على المسلسل اصلا فلقيت امي بتعيط وبابايا قاعد متاثر فبقول لها في ايه قالت لي محمد عمل حادثه بالموتوسيكل وفي المستشفى فانا بقى اتخضيت بقى قلت طبعا يعني ابويا لاني اتشنكت كده وبتقال لي يا عم سيبك منها ده في المسلسل الفكره كلها كانت ان انا اضطريت ان انا اخس وغير الستايل بتاعي تماما علشان خاطر اخيرا بداوا يشوفوا فيا ان انا بعمل هو انت حقيقي حماك الفنان سيد رجب لا يا راجل والله لسه قاعد معانا من شويه تحياتنا ليه لو بيتابعنا دلوقتي تحياتنا ليه احنا برضه بنتكلم على فنان قدير بكل ما تحمله الكلمه من معنى طبعا انتوا الاثنين متجوزين ولا لا انا لا انا سنجل خالص انا سنجل مش انا سنجل لو في عروسه تمام بس تعدى عليا الاول يعني افهم من كده ان انت البيت عندك بقى فيه طقوس مختلفه احمد انت مع باباك ومامتك اللي هيعملوه هيطبخوه هناكله لا امي دايما بتطبخ لي انا اكل معين شويه يعني دايما مطلع هنا في القصه دي بس انا على طول عشان عامل دايت او الكلام ده فبطلع عينها في الاكل العادي بقى محمد بياكل اكل طالما الوالده سورية ما بقاش عندكم اي مشكله متعلقه بالاكل طبعا طبعا بس احنا يعني ايه يعني احنا متعبين شويه يعني انا مثلا فاكر زمان قبل ما اتجوز يعني واعيش لوحدي واحنا صغيرين كلنا انا واخواتي احنا سته ثلاث بنات وثلاث ولاد فاحنا بقى مثلا ايه انا امي طيبه قوي وست بيت بقى ما وراناش حاجه غير انها قعدنا فتبقى عامله النهارده عامله ايه انا عامله باميه وملوخيه وفاصوليا وكده ليه عشان ابراهيم بيحب دي واحمد بيحب دي ومحمد بيحب دي انا طبعا باكل كله بس يعني بس هي دي الام السوريه على فكره طبعا انا برضو مامتي السوريه هي وده حلو ووحش يعني لغايه لما بنكبر حتى لو ما اتجوزناش لو عمرك 30 سنه تقعد تعمل لك الفطار وتجيبه لك عادي السرير وما بيحسوش ان ده يعني حاجه بالزبط. زياده هو لا هو ده الطبيعي انا كان يعني لازم اتجوز واحده تكون بتعرف تطبخ علشان اعرف اعيش والحمد لله يعني لقيت لا بشهاده امي كمان لا مراته اكلها حلو قوي بصراحه وانت ايه ظروفك انا والله ايه وضعك شوف العروسه طيب ولا حاجه شايفك مستقنيس على وضعك يعني ده تنك في الاكل يعني لازم يعني اكل معين مش اي حاجه مش باكل اي حاجه رخم قوي انا في موضوع الاكل بصراحه طيب احنا لسه هنتكلم ولسه عندنا اسئله ويعني ملفات كتيره جدا خلينا بس نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم عوده للاهلي في رمضان اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه لسه منورنا الفنان محمد السعداني وشقيقه احمد السعداني المحلل الرياضي ولسه عندنا حاجات كتير عايزين ندردش معاهم فيها بس لازم نبتدي برضو على الاقل السيجمنت ده نقف شويه عند الفنان القدير سيد رجب الحما بقى الحاله دي مش الفنان الكبير الحما عامل ازاي اكيد انت ليك كواليس كتير معاه طبعا هو برضو من الناس اللي يعني هو تراجيديان فظيع وكوميديان فظيع فانتوا اكيد بتلتقوا في حته الكوميديانات دي بقى طبعا. ولا ايه لا انا عايز اقول لك اصلا احنا يعني العلاقه بتاعتنا اتفه مما تتخيل دي حاجه عسل جدا مش كلمه جد عسل جدا احنا الجوازه ناجحه يا ابو حميد احنا ما بنتكلمش كلام جد خالص احنا الهلس والتفاهه 24 ساعه مش كلام جد حتى لما انا رحت اتقدمت احنا ما قلناش حاجه مفيده احنا ما اتفقناش ما اتكلمناش في حاجه احنا قعدنا نهزر وكلنا وهي والبنت اتخطبت وهو صباح خلاص كده لا الدنيا وخلي بالك طب الجوازه قرفتها حلوه من اولها الحمد لله الحمد لله احنا اشتغلنا حتى مع بعض في ابو العروسه ثلاث اجزاء
اشتغلنا سيزون 1 و2 و3. فطبعا ده قرب ما بينكم اكتر كمان. طبعا طبعا احنا علاقتنا الحمد لله حلوه جدا وفي نفس الوقت احنا بنتعامل مع بعض على ان احنا صحاب، لان انا اصلا اشتغلت انا واستاذ سيد قبل ما انا اصلا يعني انا ما كنتش عارف ان دي بنته. يعني انا بسمه كانت، انا كنت بخرج مسرح وبسمه كانت مساعده معانا في المسرح، وانا كنت بعمل سيت كوم اسمه ستة ميدان التحرير، وكان كنت انا وانتصار ومجموعه كبيره قوي. وكان الاستاذ سيد كان جاي عمل معانا ضيف شرف، كان بيجي نجوم كتير قوي يعملوا ضيوف شرف. فاحنا حظنا حلو ان احنا جينا في اوضه واحده مع بعض وبقينا اصدقاء، وانا ما اعرفش انها بنته. وبعد كده اكتشفت ان هو ان هي بنته وانا ما كنتش اعرف. يعني انت وقت ما انت كنت معجب بيها ولا لسه ما يعني كنت تعرفها عادي؟ يعني كنت اعرفها عادي ولسه ما فيش حاجه يعني. ونشتغل مع بعض في المسرح واصحابه، وبنت خالتها تبقى صاحبتي جدا ومن اناتيمي يعني وكده، فالعلاقه عاديه يعني. ففجاه الموضوع حصل واحنا مش فاهمين في ايه، بس العلاقه لطيفه جدا في اطار الصداقه، ومفيش اي جمله مفيده بتتقال يعني. بس ده جميل والله. يعني انا مثلا ممكن ابقى معدي في الصالون فلاقي الاستاذ سيد نايم على الارض ورافع بنتي في الهواء، يعني الاقي ابني بيجري وهو بيجري وراه، حاجات كده والله ما بهزر. انت مخلف كام حد؟ انا عندي هنا عندها 7 سنين ونوح عنده 3 سنين. اوكي. وبسمه مش في يعني بسمه مونتيرا، بسمه مونتيرا وزياد اخو بسمه مساعد مخرج. احنا عيله فنيه. انت كام سنه يا محمد؟ انا تديني كام؟ يعني باللي انت عمال تقوله يعني انا اقول 38. يعني انا 39. طيب حلو. طيب قربت جدا. وهنا 29. 30. 30 لسه تمام 30 بالظبط. اكيد لسه بدري على الجواز. طب وانت الوالده سايباك قاعد كده في قرابيسها لغايه دلوقتي ازاي كده والله؟ والله انا الناس كلها مش عارف ليه عايزه تجوزني. يعني اي حد صحابي، يا المشكله ان صحابي بيبقوا كلهم بيفركشوا وعايزيني اتجوز. انت الوحيد في اخواتك الولاد والبنات؟ لا انا واخويا الكبير. هو اخوك الكبير. بس اخويا الكبير خالص هم فقدوا الامل فيه خلاص. فقدوا الامل فيه. يعني سنه بقى كبير. لا الكبير اكبر مني ب7 سنين ولا حاجه. فهو لما امي زهقت خلاص يعني من كتر ما بتقول له يا ابراهيم اتجاه، هو ما بقاش يرد عليها اصلا وهي ما بقتش تساله. يعني هو ما بقاش يرد عليها اساسا، احنا ما بقناش نساله يعني، فاهم؟ بس وحياتك لما النصيب يجي هيبقى له قول تاني. طبعا 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 بالظبط. ده اساسي. طب انا عارفه ان انت اهلاوي جدا يعني، ده جداً مفروغ منه جداً. بس انت كنت بتلعب كمان في الاهلي؟ انا ما اتقيتش في الاهلي. بس انا كنت بروح كتير جدا، وكان في كابتن بدر رجب ده حد يعني في الاهلي اسطوره يعني، ومكتشف كل اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي دلوقتي. كان كل ما اجي اروح يحصل حاجه دايما. بس انا لعيبه الاهلي اللي هم سني جيل ال 93 ده معظمهم كلهم صحابي يعني. على طول كنت بروح دايما مثلا احضر معاهم فتره اعداد، بس كنت كل ما اجي خلاص اتقيد يحصل حاجه، يا اما بابايا مثلا ما يعرفش يوديني، ان انا ساعتها كنت في المدرسه والاهلي بيتمرنوا في مدينه نصر وانا في الدقي، فكان يحصل حاجه ما اروحش اقول طب لا السنه الجايه السنه اللي بعدها. بس انا لا يعني لعبت في طلائع الجيش، ولعبت في لعبت في حتت والشرطه، لفيت يعني لفيت لفه حلوه في الكوره. بس طيب على صعيد بقى النقد والتحليل، وانت شايف دلوقتي وبالذات بعد ما السوشيال ميديا بقت موجوده في كل الدنيا وبشكل طاغي، وبقى في اشخاص كتير قوي ما بين بينقدوا ما بين بيحللوا، فبطبيعه الحال بقى في منافسه شديده جدا. هل انت بتفكر فيها كمنافسه، ولا انت بتعمل اللي انت حاسه وخلاص؟ يعني ليك حساباتك كراجل محلل رياضي؟ لا انا هقول لحضرتك، انا يعني اول ما بدات الموضوع انا بدأه عشان انا بحبه، انا شايف ان انا عندي موهبه في الموضوع ده، خصوصا كمان ان انا لعبت كتير. فدايما كان بيبقى عليا ضغط شويه لحته ان انا الناس، انا ببقى لسه بادئ مثلا، وغصب عنك انت بتكمبيت مع ناس بقى لها 7 سنين و8 سنين. فالناس دي تحتها تيم شغال وتيم مونتاج وتيم مش عارف ديزاين وتيم ايه وتيم ايه، انا لوحدي، فانت غصب عنك بتتحط في المقارنه دي. فانا بميز نفسي بقى مثلا بايه؟ بان انا ممكن اقول حاجه اللي غيري ده ممكن يكون ما يعرفش هو يقولها. ليه؟ لان هو مثلا ما لعبش. في ناس يعني، انا مش قصدي ان انا مثلا بقطف حد، لا هو كل واحد ليه وجهه نظر، اصل في الاول في الاخر كوره، فانت ممكن واحد يبقى رايه يعني مناسب ليك، ممكن واحد رايه طب لا طب. فانا بشوف ان انا لا بس يعني اسلوب الطرح برضو خلي بالك، ممكن حتى يستميل حد وجهه نظره مغايره تماما لوجهه نظرك، بس جد طريقتك في يعني بالظبط. انا بقى اللي بحاول اعمله شدته، ان انا ببسط الموضوع للي بيتفرج يعني، مش بحب اقعد اعقد الدنيا، لا انا بقول رايي بس بطريقه مبسطه جدا، فبحيث ان انا لما اللي بيتفرج عليا ده يحس ان الموضوع واصل له، اللي هو يا عم انت ما تطلعش تقول بس في مسميات وكلكعه، لان الناس دايما خلي بالك بتتضايق من حته المحلل اللي يطلع يقعد يقول في اسماء وبوكس تو بوكس وهاف سبيسز ومش عارف ايه. يا عم انا مش فاهم الكلام ده. ايوه صح. انا قاعد في البيت، انا نفسي ببقى اهلي. انا انت بتقول انا قاعد في البيت يا عم انا انا عايز اتكلمني ببلدي. ايوه حتى في عالم المعلقين بقى كل واحد بيدور على مفردات لازمه معينه، لازمه عشان ابين ان انا فاهم. لا انا مش بعمل كده. وخلي بالك حضرتك من حاجه، ان انت تنتشر دلوقتي على السوشيال ميديا
في حاجات ممكن تعملها تخليك تنتشر اكتر بس انا مش بفضلها. انا شايف ان انا مميز في الحته دي، يعني انا عندي كونتنت انا فعلا مميز في الحته دي. ممكن انا لو قلبت الموضوع مثلا سف وهزار وبتاع ممكن اريتش الناس اكتر. ده بيحصل على مستوى كمان الشاشات عندنا ما شاء الله، بالزبط. ناس يعني بيطلعوا يقولوا اي كلام عشان بالظبط. وانا اعرف ناس مثلا عمرها ما لعبت كوره، عمرها ما لبست شورت وبيطلع يتكلم في يعني الكوره، يعني في منهم ناس انا عارفهم، انا عارفه اصلا هو بيعرفش كوره ولا بيفهم في الكوره بس هو يعني فاهم. يعني يلا ناكل عيش. لا لا ده بيحصل وتلاقي ناس بتتابعه كتير جدا. طبعا هو رزقه بتاع ربنا، بس انا كان حضرتك في ان انا لا انا شايف ان انا مميز في دي. انا لعبت ولعبت مع مدربين اسامي كبيره جدا، اهلي وزمالك، يعني لعبت مع اسامي كبيره. لا وكمان كان بيقول توقعات، يعني مثلا كاس العالم اللي فات ده كان بيطلع يعمل فيديوهات من قبلها كان بيقول التوقعات، انا شايف ان كذا وهيحصل كذا وهيلاعب كذا وهينزل كذا وبيحصل. انا الناس كلها كانت بتشتكي، يعني انا قبل كاس العالم كنت بقول ان البرازيل مش هتخش سيمي فاينل، ومصر كلها كانت مديه برازيل كاس العالم. فطبعا كله كان بيتكلم، كنت بكلمه اقول له ها قول لي التشكيل قول لي ايه الاخبار، وكنت قايل الارجنتين هتاخد كاس العالم، يقول لي الارجنتين والنهائي كذا واللي هياخد احسن لعيب كذا، فانا اتفرج اقول يا ابني. انت بتفكر قدام بقى تنقل يعني مع السوشيال ميديا او الديجيتال برامج لو جات لك حاجه؟ انا نفسي جدا، يعني انا اصلا حاليا اصلا شغال في بنك، بس انا بحب جدا الكوره وبحب جدا ان انا يعني حته ان انا اطلع اتكلم في الكوره سواء حتى في قنوات. طب ما انت ممكن تعمل ده من خلال السوشيال ميديا مبدئيا، وديك بتشوف بقالنا سنين بالظبط قنوات كتير بتستعين بالناس بالزبط. اللي بيلمعوا على السوشيال ميديا هو حاليا كفنانين حتى بالمناسبه، يعني بعيدا كمان عن طبعا الوقت. هو ده بقى مقياس على فكره، واكيد حضرتك عارف ده برضو بقى مقياس في كل المجالات مش في الكوره بس، في الكوره وفي التمثيل. وايه ده عنده فولورز كتير، ده عنده ناس كتير بتتابعه، هاته. هي بقت كده. انا داخلها بس بحته ان انا اكبر نفسي في الموضوع ده، لان انا اللي متحكم في الموضوع ده. فلما يبقى عندي متابعين كتير وناس كتير بتتابعني وناس كتير كده، هتلاقي مثلا قنوات بتكلمني عشان اعمل حاجه او عشان كده. فانا شايف ان دي احسن سكه وانسب سكه ليا ان انا ادخل منها. يعني هو البيج بتاعته والبرنامج بتاعه اسمه الحاوي، يعني الحمد لله في فتره قريبه جدا قليله بقى عنده فولورز كتير بيتابعوه بجد، لان هم بيبقوا 8 شهور تقريبا شايفين ان هو بيتكلم كوره بجد. المبدا اللي كنت بساله بموجبه او بناء عليه موجود وبشراسة أكتر بكتير في مجال الفن، وأنت سيد العارفين. أنا عايز أقول لك، ما هو للأسف السوشيال ميديا زي ما هي حلوة جدا زي ما هي ليها مساوئ كتيرة جدا. يعني أنا مثلا بشوف إن في مجال الفني، مجال الفن أنا شايف إن ليها مميزاتها طبعا وليها عيوبها. بس النهاردة خليني أقول لك على حاجة وأنت أكيد هتبقى فاهم كلامي ده. النهاردة المنتجين والأعمال الفنية بقت بتقيس بالفولورز. يعني أنا مثلا أنا كسعداني، أنا واحد طالع مع الجيل القديم، يعني أنا مش بقول ان انا طالع، يعني انا فعلا طالع مع الاجيال القديمه اللي هتلاقيهم اصلا غير مهتمين بالسوشيال ميديا. وانا من الناس الاجيال اللي هي تالنتد موهوبه بجد، مش اللي هي طالعه بتقدم محتوى فجالها فولورز اي سبب ان كان او شاريه الفولورز. يعني احنا هتلاقي الاجيال القديمه مش مهتمين بالسوشيال ميديا قوي زي الاجيال الجديده. وطبعا انا مش بقول لك ان ده صح 100% ولا غلط 100%، بس النهارده ممكن تلاقي مثلا المنتج بيفكر يقول لك مثلا اكس ده ممثل هايل وقوي جدا، بس انا هجيب واي علشان عنده مثلا 2 مليون او 3 مليون فولورز وهو لسه طالع بقاله 6 شهور. طب هل الواي ده هل هو فاهم فن او فاهم كاميرا او فاهم يعني ايه؟ المشكله ابعد من كده بكتير واعمق. جزء كبير من الناس اللي بيحققوا ترندات هم الاقل موهبه طبعا، هم الاقل امكانيات طبعا. في ناس منهم مش مجرد ما عندهمش حضور، ده في من ناس عندهم انصراف، ومع هذا سبحانه وتعالى والله بكلمك. انا عايز اقول لحضرتك انا هشوف ان هو مثلا اليوميات زوج اسمه فلان وفلان فلان وفلان دول لوحدهم. لا وفي عندك المذيع بلا ذكر اسامي انا مسميها الخليل كوميدي، اكيد انتوا فاهمين قصدي. لا دي الخليل كوميدي انا دايما اعلق لها الخليل كوميدي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، جيب لي ان في ناس اصلا مش بتقدم كونتنت في ناس اصلا مش بتقدم حاجه، يعني مش بتقدموا اي محتوى ولا اي كونتنت ولا اي حاجه، وتلاقي عنده فولورز كتير جدا. يعني هو بس صباح الخير يا جماعه انا رايح الجيم النهارده وهنزل اجري وبتاع، وتلاقي عنده فولورز كتير جدا. فهو حتى ذوق الناس للاسف الشديد ان احنا بنتكلم في الذوق كمان ابتدى يختلف بالزبط. بشكل كبير. وحتى يعني كمان عارفه الفكره في ايه؟ الفن او مهنه الفن او السينما او عامه مهنه الفن يا جماعه دي مهنه بجد مش سهله، دي مهنه صعبه جدا وشقه جدا. فانا لما اجيب واحد مثلا ماسك الموبايل وقاعد على السوشيال ميديا فهو عنده ثقه بنفسه لان ماسك الموبايل وقاعد في الصالون في الليفنج روم، انما لما انا اجيبه في وسط مخرج ومفنانين و150 واحد ورا الكاميرا فبالتالي الاداء بتاعه بيبقى اقل بكتير. بلس كمان ان هو بيتوه لان هو مش عارف ازاي ان المشهد بنقعد فيه 3 ساعات ويتقطع من كل الزوايا، فالاداء بتاعه بيقل جدا فبيطلع وحش. فيجي يبتدي المنتج يقلل له دوره. طب ما انت جبته من الاول ليه؟ تعرف والعكس صحيح، لو حد مثلا ممكن يبقى تالنتد بس هو مش
عارف وراح تلاقي المشاهد بتاعته زادت. طبعا انت عارف ان انا مثلت قبل كده والله. لا لا اقول لك بعد الفاصل بقى. طب هتقولي لي بقى هنشتغل مع بعض. انا عايز اقول لك انا والله العظيم انا اغلبيه كل الحاجات اللي رحتها والله العظيم يا اما كنت ببقى كومبارس او يا اما كان بيبقى ليا مشهد ويكبر. طب يعني مثلا اديكي مثال, انا ملك وكتابه كنت رايح برضو كومبارس والله العظيم. انا بحب قوي يعني المصارحه مع الذات. لا والله العظيم كومبارس وفخور يا جماعه. فخور جدا انا كنت رايح كده وكان اللي مقتنع بيا كان الاستاذ شادي الرملي مخرج حاليا ابن الاستاذ لين الرملي طبعا الله يرحمه. كان بيحبني جدا نشتغل معايا اعلانات كتير قوي وانا كنت بشتغل اعلانات مع نجوم الاخراج. فكان مقتنع بيا وقال لي المساعده الثانيه روحي هاتي ساعديني اعمل الدور ده, دور ارتجالي وانا مفروض بتريق على الاستاذ بتاعنا اللي هو استاذ محمود حميد. فانا هي ما كانتش المساعده مقتنع بيا اصلا, فانا رحت عملت الشوت وما حدش كلمني ولا حد معبرني. فانا عملت الشوت وانا بعمله هنبقى نكلمك بقى. لا وانا بعمله سامع ضحك, فانا برضو اقتنعت من جوايا ان في حد ان هم بيتريقوا عليا. ما تركزت حتى لو كنت لا ما انا مش مركز كدا. انا بعد ما خلصت لقيت تسقيف هستيري. ده بالعكس ده استحسان. ما انا طبعا. مش فاهم بقى, ما انا لسه طبعا. بقى مش عنديش ثقه في نفسي وبتاع. فلقيت تسقيف وانا برضو مش فاهم في ايه. لقيت كامله ابو ذكري المخرجه جت لعبت في خدودي كده قالت لي انت جميل انت اسمك ايه؟ انا اسمي سعداني. انت حلو قوي, قرب بقى الكاميرا خده كلوز حلو وتعالى كل يوم. يا سلام. ملك وكتابه ده كان فتحه خير بقى عليا. انا احمد حلمي ومنى زكي شافوا الفيلم ده وانا في نفس السنه بعديها كنت في مطب صناعي مع احمد حلمي سنيت دي, وكنت مع منى زكي واحمد سقا في تيمور وشفيقة السواق بتاعها. وبعديها بقى عند ليه بتدقي وحاجات كتيره جدا. كل النجوم دول لازم نعرف منك كواليسهم والاختلافات اللي انت لمستها في شخصياتهم. بس خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الدردشه الحلوه دي. خليكم معانا اتفضل. حدثنا لسه مستمر ويعني 10 دقائق تقريبا على انتهاء الحلقه النهارده, لكن بجد استمتعنا بالفقره كمان الاخيره تحديدا احمد وحمد السعداني, او زي ما بيتقال عليهم عيله فنيه جدا والقعده معاهم حلوه جدا بصراحه. ورحنا لكذا يعني محور في الكلام, لكن خلينا برضو نروح شويه بقى لرمضان. انا وكريم لو انتوا اتفرجتوا على الانترو كنا بنقول رمضان احنا تقريبا يعني اجيال واحده. كريم برضو معانا ما فيش مشكله. كتر خير كتر خير. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. يعني اكبر مننا بحاجه. جيل الحفريات هي بس من باب المجامله بتقربني. لا والله جان صحي وبيلعب كتير روش جان والله. لا والله ما يبانش بالعكس يا كريم. طب بين بس احنا زمان جيل الايتيز واول الناينتيز بالنسبه لنا رمضان كان ديفرنت, كان احلى, كان كنا بنتكلم عن الجيران, كنا بنتكلم عن اللمه اكتر. دلوقتي حتى لما بيبقوا العيله متجمعه تلاقي الاطفال, حتى مش اطفال والله, انا عندي يعني قرايبي بره في السن ستينات وعلى طول ماسكين الموبايل. في حاجه غلط يعني. رمضان مختلف صح. طبعا احنا زمان انا فاكر ان العيله وكل المنطقه يعني كل الشباب الصغيره في المنطقه بالكبار كنا ننزل نجمع فلوس من بعض ونجيب الزينه ونجيب فوانيس ونقعد نعلقها ونبيض البيوت والمداخل العمارات والشارع ونعمل ونلم فلوس من بعض عشان ندي الناس المحتاجه وكده. لا دلوقتي ما فيش الكلام حتى ايفن اف لو بيحصل وهو مش يعني مش من قلبنا قوي او مش متصدق قوي. بقى رمضان فايبس لو حطي لي كده بس زينه هنا كده بقت رمضان فايبس وفانوس قديم من ثلاث سنين علقوا كده بس عشان نبقى عملنا اللي علينا. أيوة لكن الاجواء ما بقتش يعني بصراحه. وتلاقي الصور والسوشيال ميديا بقى كل واحد لابس لك ماسك لك المصحف والجلابيه البيضاء والسبحه. ولسه من يومين كان سهران واحد من قاعد جنبي كان سهران جنبي. انا عايزك ترجعنا بقى للنجوم الكبيره والكثيره اللي انت اشتغلت معاهم وانت بترص كده اسماء الاعمال اللي انت شاركت فيها. كلهم نجوم في الاخراج وفي التمثيل طبعا. يعني الحقيقه طبعا. على الصعيدين. فخلينا في النجوم التمثيل. انت اشتغلت مع مجموعه مش قليله منهم طبعا. يعني مثلا حتى الكوميديان منهم كوميديان قوي يعني فاهم ازاي, يعني نجوم في حتتهم كل واحد على حده. حد زي النجم الكبير محمود حميده في حتته هو طبعا, راجل برنس. انت طبعا سيد العارف طبعا قول لنا كده يعني باختصار شديد ذكرياتك اللي ما تتنسيش مع كل واحد فيهم على حده ابتداء من علاء ولي الدين الله يرحمه. علاء ولي الدين الله يرحمه كان انسان بجد جميل قوي فوق ما تتخيل. يعني انا فاكر في مره كنا بعد فيلم الناظر كان عمل نجاح كبير قوي, فكان في ندوة كنا معزومين عليها عشان نتكلم عن الفيلم وكده. انا فاكر انا طبعا كنت قبل يعني, فاستاذ علاء اول ما دخل انا فاكر ان هو دخل سلم على واحد قاعد في الترابيزات وهم اصلا مش شايفينه. يعني هم اصلا ما يعرفوش ان علاء ولي الدين جه, هو داخل يسلم على واحد وهم وبيعرفهم على نفسه. فانت جميل قوي وكان الكواليس بتاعته كانت جميله قوي, تحس ان انت مبسوط ومرتاح مش خايف. هو كمان عنده الحس الروحانيات جدا عنده جدا جدا, وطول ما هو قاعد اذكار وصلاه على النبي طول ما هو قاعد.
ده الاستاذ علاء ولي الدين طبعا. طبعا احمد حلمي انا بعشقه. احمد حلمي من الناس اللي كانوا بجد ادوني فرصه في البدايه. احمد حلمي جميل قوي وانا بحب مدرسته جدا لان هو من الناس اللي بيفهم دراما كويس قوي طبعا. وبيشتغل على الورق جدا. يعني انا فاكر كان جاي لي النسخه بيقولوا لي بيشتغل على نفسه كمان كويس جدا قوي. وبيطور جدا. كان بيجي يقولوا لي انت معاك نسخه رقم 12 ولا 13؟ اقول لهم انا معايا 12. يقول لي لا خد 13. فهو طول الوقت بيشتغل على الورق. بلس كمان هو بيعمل يعني هو بيغير في السيناريو طول الوقت شغال على الورق ان احنا نعمل الاحلى. بس دي مش الوقت. بتبقى بتاعه المؤلف هو والمؤلف يعني هو بيتدخل في الحته دي بي 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 مش بيتدخل ان هو يبوظ. يعني هو في تيم ورك هو والمؤلف والمخرج. ايه رايك طب ما لو عملنا دي دي حلوه يعني وده طبيعي عشان كمان يبقى بيشتغل باريحيه وحابب الحاجه اللي بالظبط. وما دام في حاجه تضيف يلا بينا واي نوت. فانا فاكر ان احمد حلمي كان دايما وانا كنت بحب الطريقه دي قوي دايما بيشتغل على الارتجالات. يعني انا ببقى عارف ان انا راح اشتغل مع حلمي انا مش لازم ابقى حافظ اصلا او انا اصلا طريقتي ما بحفظش انا ببقى فاهم وبحب الارتجالات مش اللي هو بالحرف بقى. يجي يقول لي بص ساعداني احنا هنخش المشهد ده تيجي نعمل ايه فاقول له كذا فيقول لي كذا فيفضلوا قاعدين مستنينا نص ساعه نقعد نرتجل انا وهو نقول حاجات كتير قوي يقول لي بس هو ده يلا نصور ويطلع الحمد لله حاجه حلوه جدا. وانا عمري في حياتي ما انسى له موقف في فيلم اسف على الازعاج. انا فاكر راح قال للمخرج الاستاذ خالد مرعي قال له هستاذنك بس انا عايز ادخل ساعداني وياسر التوبجي قبل ما انا اخش المشهد ده ازوده يخشوا يعملوا حاجه كده حلوه قبل ما انا اخش. فقال له معلش يا حلمي مش هينفع لان احنا جايين من حته تراجيدي وموسيقى وحته مؤثره فمش هينفع ادخل سعداني ومصر التوب جيم. قال له يا خساره. فبصي هو جميل ازاي ان هو عايز طبعا. يعني حلو قوي. عايز قال لي معلش والله انا بحبكم وانا شايف ان انتوا ده قليل الاخلاق دي في المجالات اللي طبعاً. بتبقى صعبه طبعا كده. مثلا الاستاذ محمد هنيدي في عندليبي الدق يعني لحد دلوقتي طول ما انا ماشي في شارع عندليب طبعا جميل جدا. وانا فاكر ان هو كان في مشاهد بيدخلني معاه فيها وانا مش فيها اصلا فيقول له لا ساعداني جميل هاتوا تعالى خش. يعني كان يعني في عارفه اللي هو يعني اللي هو حابب ان هو كل الناس اللي حواليه تبقى لطيفه بالظبط حلوه الروح دي جدا. اشتغلت مع ناس كتير. اشتغلت مع استاذه يسرى واحمد عيد واشتغلت مع احمد السقا ومنى زكي. اشتغلت مع ناس كتيره جدا. انا فاكر احمد السقا والله العظيم انا عايز اقول لك انا قبل ما اشتغل مع احمد السقا ومنى زكي انا كنت بركب خيل وكنت وقعت من الحصان ورجلي شبكت في السرجه بتاع الحصان والحصان قاعد يجري بيا. فانا فجاه لقيت حد جري عليا ولحقني ونزلني وقف الحصان ونزلني من السرج وجاب لي حاجه ساعه وانا كنت لابس نظاره ما كنتش لسه عملت عمليه ليزك ولبسني النظاره. فانا ببص قلت له ايه ده انت السقه؟ سيبك من كل حاجه وانت السقه. لا وخلي بالك الكلام ده زمان يعني كنت انا لسه صغير يعني. ولما بقى جيت اشتغلت معاه في فيلم تيمور وشفيقه فكرته قال لي ايه ده يا ابن الذين هو انت ومش عارف. قلت له انت اللي انقذتني. الضحك بقى بعديها ان انا كنت هموته. انا في فيلم تيمور وشفيقه ده لا كنت بعرف اسوق عربيات يعني قصه تموته وحياه ربنا كنت هموته هو ومنى زكي وهدمر الصناعه. ما بعرفش اسوق اصلا بس انا قلت بتعرف تسوق السواق بتعرف تسوق طول طبعا امال. وانا كمان انا كنت جاي ساعتها من اخر يوم فيلم مطب صناعي والله العظيم اخر يوم ليا في مطب صناعي وكان اول يوم ليا في تيمور وشفيقه. وانا كان دوري اكبر من كده بس حصل ظروف كده انت جاي يعني ففضل لي المشاهد اللي هي بتاعه السواق دي. فقال لي بتعرف تسوق ساعديني؟ قلت له امال ده انا نجم السواقه وانا والله ما بعرف اسوق ولا كان عندي عربيه اصلا. يا نهار ابيض. فانا طول المشهد انا ماليش دعوه بقى انا همثل. فانا محطوط حاطه قدامي والكاميرا ومنزلين لي النضاره ورشين لي عليها حاجات علشان الريفلكشن وانا المفروض ان انا بمثل وابص للسقه وابص ورا المنى زكي. لما بيبعتوا كانوا البعض مثلا بالظبط والله العظيم ثلاثه انا اللي بصيت في السواقه وانا في ببص في المرايه الاقي منى زكي بتعملي كده. انا هطلع فوق الرصيف يعني انا هاخد العربيه واطير. الموضوع ابعد كمان من مجرد انت معاك نجوم في البتاع الحطه دي لوحدها ده شقلت فلوس قد كده طبعا طبعا. وفي عربيات طبعا بقى بتجري ورانا منى زكي واحمد السقا وانا ماليش دعوه انا همثل. وعايز اقول لك بقى الكاميرا كانت جايباني انا كده ميديوم كلوز ومبينه اكتر ورا. احمد السقا كان من تحت بيقعد يعمل الدركسون كده هتقول لي انت بتعمل ايه يلا هتموتنا. قلت له معلش بس عشان انا مش نايم. قال لي الله يخرب بيتك. قال لي يا ابني انت ما بتعرفش تسوق. قلت له انا بعرف اسوق. قال لي والله انت حمار. بس انت عارف ما بنتش خالص ما بنتش انا ماليش دعوه انا همثل بس كانت توفيق ربنا والله العظيم. احمد برضو عشان الوقت بيجري عايزه اسالك بصراحه بقى عن رؤيتك للاهلي ان شاء الله والهلال هذا الماتش المرتقب اللي الثاني هرجع اقول لا يقبل القسم على اثنين طبعا. بص هو كده كده الاهلي لازم يكسب دي ما فيهاش ان شاء الله. انا متوقع ان الاهلي هيروح بعيد في افريقيا يعني ممكن ناس كتير قوي تستغرب من اللي انا بقوله عشان ممكن الاداء مش احلى حاجه اخر فتره وكده. لكن انا متوقع ان شاء الله ان الاهلي كده كده هيكسب الهلال. انا حاسس ان هم هيروحوا بعيد قوي في البطوله يا مسهل ولاعيبه كتير قوي فائت بيرسي تاو واحمد قادر وكهربا بنبقى محتاجينه في يعني في معظم الوقت للاسف بس يعني
لا يعني هو ماتش الهلال كده كده ما فيهاش الاهلي. انا متاكد بشخصيه الاهلي طبعا. لا وعلى طبعا. فكره الهلال خايفين جدا يعني، مين يلوشوا ويقول لك الاهلي وبيضايقونا. الاهلي هينزل انا متاكد ان هيكسب هيكتسح الهلال. خلينا بقى بالامنيه الحلوه دي وان شاء الله تتحقق وتبقى واقع ملموس. خلينا نختم بقى قعدتنا الحلوه دي بالامنيه الجميله اللي اكيد كلنا بندعي بيها، وان شاء الله ربنا يكرم وتحصل بالفعل. كل سنه وانتم طيبين. قال السعداني نورتونا النهارده. ربنا يخلي حضرتك ونورك جدا. شكرا ليكوا جدا بجد يعني شخصيا. في ضيوف بييجوا بنستمتع بيهم، فبجد فقره جميله جدا. وربنا يسمع منك يا احمد على الاهلي ان شاء الله. بس احنا في الاول وفي الاخر واثقين واثقين جدا في الفريق، وعارفين ان شاء الله ان هم هيقدموا افضل ما عندهم. دايما بنتكلم عن الاداء وبنتكلم عن النتيجه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. وكنت هقول 10 الصبح في الاهلي. الاهلي في رمضان بحكم العاده. بحكم العاده احنا اول ما نيجي نقول صباح الخير. ايوه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.